طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، ويسعدنا جدا أن نواصل في سلسلة بدأناها الأسبوع الفات، هي سلسلة قضايا الأستاذ الجامعي. وهذه الحلقة الثانية، الحلقة الأولى كانت عن الابتعاث، عرفنا فيها المشاكل بتاع زملائنا وزميلاتنا المبتعثين من قبل التعليم العالي إلى الخارج، و برضه بنكون دايرين نعرف عن الابديتس بتاعتنا. اليوم في الحلقه الثانيه من قضايا الاستاذ الجامعي بعد الثوره، هنشوف موضوع الكليات والجامعات الاجنبيه والاهليه في السودان. يسعدنا جدا ان يكون في الجلسه دي بالدكتور عبد الرحيم احمد حسن، رئيس قسم الهندسه المدنيه بجامعه المغتربين، الاستاذه زينب محمد عثمان، مؤسس مشرف الارشاد الاكاديمي لكليه الفجر علوم التكنولوجيا، دكتور ابو القاسم مبارك عباس اللي هو استاذ إدارة الأعمال بكلية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، دكتور عبد العال حمزة حسن أستاذ إدارة الأعمال والجودة والاعتماد البرامجي لكلية أم القرى للعلوم والتكنولوجيا، الأستاذة ريهام نبيل مشرف محاضر بأكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا الطيران، وأخيرا وليس آخرا الشاب الجميل الرائع أستاذ أحمد داوود، هو أستاذ جامعي وعضو مؤسس مبادرة التحول التعليم الإلكتروني تابع الباحثين السودانيين، وهو في الأمانة العامة لتجمع أساتذة الجامعات والكليات الأهلية والأجنبية. كذلك يعني من الناس الموجودين معنا في الجلسة هنا الأستاذ علاء الدين، وهو أيضا من الأعضاء المؤسسين للتجمع، ولو في أي سؤال ولا كده هنخليه بعد ما الأساتذة الكرام يعني يواصلوا في تغطية المحاور بتاعتهم بصورة كاملة. المحاور هي شنو؟ دايرين نعرف هو شيء، ما هو التجمع؟ والسبب بتاع انشائه وكده، والمحور ان شاء الله هيغطي لنا دكتور عبد الرحيم. بعد ما يعرفني بنفسه اكثر. دكتور عبد الرحيم مرحبا بك، تفضل. شكرا جزيلا دكتور انور، اشكرك على اتاحه الفرصه لنا لابداء الراي وشرح اهداف التجمع. هو التجمع حقيقة لعلك تعلم أنه في النظام البائد التعليم الأهلي والأجنبي كان مهمل، والأستاذ الجامعي كان يعني حالته شوية مزرية، فهذه المشاكل وهذه العقبات ادرك يعني بتراود احلام كل استاذ انهم يتحدوا مع بعض ويكونوا يرفعوا صوتهم لكي يسمع او لكي يوصل الى الجهات ذات الصله. فكان الفكره بتاعت التجمع الحقيقه هي سابقه من بدري، كان فكره وبعض الشباب مع بعض وتجمعوا وتناقشوا في كيفيه تكوين التجمع، وجاءت جائحه الكورونا، ولحسن الحظ يعني هي بدت يعني كانت ضارة نافعة، تم فيها الحقيقة التلاقي عبر السفير الشبكة العنكبوتية أو الأونلاين، وبقينا على وسائط التواصل الاجتماعي، فتكونت هذه المجموعة، كونت تجمع ونواة التجمع، وبدأ السعي نحو الاتصال بالجامعات والكليات في الخرطوم وخارج الخرطوم لكي يتم تكون نواه للتجمع لعكس مشاكل الاستاذ الجامعي. الحقيقه هي المشكله خلت انه يكون في رؤيه ويكون في يعني اهداف ورؤيه ورساله. فمن ضمن المشاكل او الاهداف اللي يرض يعني يكدح هذا التجمع وهذه نواه اللجنه المصغره وما لحلولها، هي عبارة عن يعني أولا الارتقاء بمهنة التعليم العالي. يعني الآن التعليم العالي في العهد البائد كان هو عبارة عن استثمار تجاري بحت، وكان ما في نظرة لتوفير المناخ الملائم. الارتقاء كان بمهنة التعليم كان هو يعني هاجس بيراود أحلامنا، وكذلك برضو الدفاع عن العاملين ذاتهم، أساتذة الجامعات والكليات الخاصة، يعني يعني بيكونوا عبارة، يفترض هم يكونوا شركاء في التعليم اللي هو العملية التعليمية، لأنها هي بتتكون من البيئة الجامعية ومالك الجامعة
وكذلك الجهة المدورة أو الانيشيتر بتاع التعليم نفسه اللي هو الأستاذ، أستاذ الجامعة. فمصالحه لابد أن تراعى ويجب أن تصان وتؤطر ومن خلال قوانين أو الاعتراف بقوانين معينة لكي تحمي هذا الأستاذ الجامعي. برضو يا الحقيقة من المشاكل الأجور، أجور الأستاذ الجامعي يعني ما 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 كانت عندها حد أدنى، يعني كانت هي عبارة عن كل كلية أو كل جامعة فبيكون عندها نوع من الحشاشة من شبكته زي ما بيقولوا. فبالتالي كانت عبارة عن يعني ما 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 في إطار واضح لهذه المسألة، ولا بد من كان مراعاة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للأستاذ الجامعي، وكذلك المشاكل الأخرى إن إحنا بنرجع هي عبارة الأساتذة كانت ما عنده يكون عندها عقد معين، والعقد ذاته لا لا ما عنده أدنى يعني مراعاة لمصلحة الأستاذ الجامعي، ولا فيه يعني معايير محددة. فهذه العقود لابد ان احنا الان عندنا لجان وعندنا امانات للاتصال بالجهاز ذات الصله، على اساس انه يكون في ستاندرد يحترم العقد ذاته، يحترم الاستاذ الجامعي ويخليه يكون هو بيؤدي رسالته على الوجه الاكمل. عندنا الحقيقه الجامعات الحكوميه الاساتذه او الصفائنا بالجامعات الحكوميه عندهم يعني فاسيليتيز إنه الجامعات بتسمح لهم بأن يقبلوا أبناء العاملين، وده من الوزارة، وزارة التعليم العالي. نحن هنا في التعليم الأهلي ما في ذول، ما عندهم أي consideration، ما عندهم أي اعتبارات لأبناء العاملين بهذه الجامعات والمعاهد وأقصد والكليات الخاصة. فلا بد من وضع نحن يعني الآن في مساعي حثيثة جدا لكي إن الوزارة آن الأوان إنها تلتفت لهذه المسألة وتراعي مسألة استيعاب أبناء العاملين بالجامعات الخاصة نفسها والحكومية، يكون فيه ستاندرد أو يكون فيه كلوث معين على أساس أنه يحمي أو يتيح لأبناء العاملين يعني نوع من توفير البيئة أو توفير المناخ الملائم للأستاذ لأداء رسالته. طيب برضو من الإشكالات اللي بتواجه الأستاذ الجامعي التعليم الابتعاث، تأهيل الأستاذ. يعني الجامعات الخاصة والكليات الخاصة ما عندها أي اعتبار لأنه تأهل هذا الأستاذ. الأستاذ هو ثروة، هو بروبرتي، هو ثروة، يجب أنه هذه الثروة أنت تراعيها، بمعنى أنه هذا الأستاذ هو ممكن يكون أنا شخصيا مثلا حضرت الماجستير في 2002، فإذا ما أنا يعني بحرمة اللي بمشي أطور نفسي ما في جهة بتراعيني. يجب أنه أنا الأوان لهذه للدولة أنه تراعي التعليم الأهلي، ونحن عندنا الآن يعني معظم الخريجين من هذه الجامعات أكثر من 180 جامعة، فأبناء أستاذ عبد الرحيم الصوت بيقطع شوية. أقصد الأساتذة العاملين في هذا قاعد يبقوا حاضرين في الابتعاث الخارج من الوزارة، الجامعات الخاصة والأهلية على التريننج والوركشوب. الآن الصوت واضح كده؟ أي واضح نعم. فبقول لابد نحن من أهدافنا إنه لابد من آخر حاجة سمعناها كان إنه 180 جامعة ولا حاجة زي دي، بس وقفنا هنا. طيب هو نفس أنا بتكلم في نفس البند، يعني إنه نحن عدد مهول من الجامعات والكليات في السودان، هذا العدد هو عدد مهول عندنا ما لا يقل أو قريبا غرابة 5000 أستاذ في الجامعات والكليات. يجب أنه تخصص نسبة من هؤلاء لهؤلاء النفر للابتعاث للتأهيل الأكاديمي، يعني يكون حق مكتسب للأستاذ الجامعي بأنه يؤهل في الابتعاث الخارجي، الدورات والتدريب والورش التدريبية للخارج، لأنه العلم لابد يعني من لا يتجدد يتبدد. ها يعني نحن لابد انك تثقل. انا قبل ضربت مثلا قلت لك لما عملت الماستر في او الماجستير في بريطانيا، الان سنه 2002 حاجه والان حاجه ثانيه خالص. فلا بد من التاهيل ولا بد من التطوير ولا بد من وضع
قانون معين يتيح للاستاذ الجامعي الجامعات الخاصه والاهليه بانه يسافر على حساب الدوله انه يتاهل، لانه هو بيشتغل لهذه الدوله. فدي من ال 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 الاهداف الخاصه بالتجمع، وعلى اساس انه نحن نقدر نوصل نقدر نحققه ان شاء الله بتكاتفنا وان شاء الله بمساعدتكم انتم في هذه المنابر، نعكس صوتنا ونعكس مطالبتنا لانها مطالب مشروعه ومستحقه. ثاني كمان من الحاجات المطلوبه، نحن اذا الاستاذ ما وفرت له المناخ الملائم في الجامعه دكتور برضو الصوت ثاني بيقطع. المناخ الاكاديمي دكتور عبد الرحيم ممكن تكفر الكاميرا لانه بتاثر على النتورك. بتخرج خريج انت اديت رساله ما لقيت الجو المناسب يا اخي، ممكن اكفلها ما في مشكله جدا جدا. انا وقفت الكاميرا ممكن شويه النت هنا اي كروزت كويس دقيقه احتمال اي احتمال. طيب انا كده قفلت الكاميرا تقريبا تمام كده واضح. طيب خليني ارجع يعني لنا النقطه الاخيره دي لانه ما سمعناك. انا صدق ايوه طيب انا بقول انه نحن من اهدافنا انه المحافظه على قيم وتقاليد المهنه نفسها، فلكي هذه القيم والتقاليد هي امانه، هي اخلاقيات المهنه بتقتضي انك انت تؤدي الرساله على الوجه الاكمل، واذا انت ما لقيت الجو المناسب ما بتكون مستطيع انك تؤدي هذه المهنه او تؤدي هذه الرساله بصوره وافيه، بمعنى انه انت عندك التزامات ايثكس اخلاقيات، التزام اخلاقي تجاه الطالب حقك، تجاه الطالب على اساس انه تكمل له هذه المناهج بصوره سليمه، فلا بد من توفير المناخ المناسب، وهو ده ما يعني المحافظه على قيم وتقاليد المهنه لاعضاء هيئه التدريس. كذلك المساواه بين اعضاء هيئه التدريس في جامعات وكليات بنظرائهم، بمعنى شنو؟ انه نحن في الجامعه الواحده او الكليه الواحده الاهليه بتلقى مشكله انه ده استاذ قد يكون خبره اقل من استاذ ثاني، وفي فروقات في الحوافز والرواتب والتوظيف نفسه، فلا بد من معالجه هذا القصور، بمعنى انه يكون في ستاندرد لاستيعاب او للتعيين وللتوظيف وللترقيات وما الى ذلك. بالمناسبه الاستاذ الجامعي ما بيلقى حظه الجامعي في الجامعات الاهليه، الترقيات عندهم بتكون ضئيله جدا، يعني ممكن تاخذ 7 سنة في مي في 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 مرتبه واحده، في منزله واحده، تكون مثلا الاستاذ مساعد تكون قاعد فيها كم سنه. ليه؟ لانه لو بقيت استاذ مشارك ما معناه بترهقه ماليا وبتكاليف، فبيقولوا خلوه قاعد كده زي ما هو، واللجان تنعقد وانت بتقوم ببحوث وبتقوم بورش وتدريب لكن لا تجد الترقيات المناسبه. طيب انا ظاهر عليه اخذت وقت كثير، لكن اخيرا داير اتكلم عن ان احنا برضه من اهدافنا توثيق عرى التعاون بين التجمعات الاخرى. عندنا زملائنا ورصفانا في تجمع اساتذه الجامعات الحكوميه، فنحن برضه يعني بنتعاون معهم بحيث انه بما نتلاقى فيه من اهداف ترقيه المهنه واخلاقيات المهنه والتاهيل والتدريب والتبادل بتاع الورش والخبرات، فكل هذا لازم يعني هذا من اهدافنا انه نحن نتعاون مع الجهات والاتحادات الاقليميه برضه داخل السودان وخارج السودان كمان، يعني ممكن نعمل سكولرشيب او يعني كوبريشن مع اتحادات نظيره لنا في الخارج، وده كله بيصب في مصلحه التعليم ومصلحه اداء رسالتنا على اكمل وجه. اذا في اي سؤال او كده انا داير ادي الفرصه لزملائي الاخرين يعني. نعم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم على الاضاءه بصوره كامله. نحن حنجي راجعين بعد ما نغطي المحاور كلها، نعرف التعليم الاجنبي والاهلي في السودان وشنو المشاكل بتاعته، لكن في النهايه هي مشاكل بتاعت استاذ جامعي. انت الليله ممكن تكون في جامعه الخرطوم، بكره تمشي اي كليه خاصه ولا كده، بعده تجي راجع تشتغل في الوزاره، وبعده تمشي تستعمل لك ان جي او ولا تعمل لك حاجه مهتمه بقضايا التعليم، تشتغل في الباحثين السودانيين الى اخره، لكن كلنا مجتمع واحد، كلنا مشاكلنا واحده. الواضح
انه يعني يعني كميه الكليات والجامعات وكده خلت في تصور عام عند الناس انه والله يا اخي الناس في التعليم الخاص ولا الاهلي، رغم انه التعليم الاهلي قديم جدا يعني، جامعه الدرويه الاهليه دي من اقدم الجامعات في السودان، وكذلك الاحفاد من اولى المدارس بتاع التعليم الاهلي وكده، خلت انه كانوا يا اخي والله اساتذه التعليم الخاص ديل ياكلوا نارهم يعني، بياخذوا مرتبات كويسه وكده. وحصل في حاجه لاول مره تحصل في السودان، انه بيجي الاستاذ في الجامعه الحكوميه موجود ووضعه او مرتبه، وانا اللي قال في الفتره دي بتكلم فيها اسي، بياخذ مرتب اكثر من التعليم الخاص. وعرفت انه في معاناه ومشاكل في الحته دي يعني. يعني اتكلمت مع عدد كبير جدا تحضيرا للجلسه دي من الزملاء والزميلات الشغالين في الكليات والجامعات الخاصه والاهليه والاجنبيه وكده، عرفت انه في مشكله كبيره جدا. فدايرين الحته دي تتغطى لنا. الجانب الاقتصادي اللي هو دكتور قاسم. دكتور قاسم دكتور قاسم المايك مفتوح، تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الدكتور أنور على إتاحة الفرصة لتجمع الأساتذة للبحث حول قضايا الأستاذ الجامعي في القطاع الخاص بصورة عامة، وأنا ما يليني هو المشاكل الاقتصادية اللي بيعاني منها الأستاذ الجامعي في القطاع الخاص. المشاكل اللي بيعاني منها الأستاذ في القطاع الخاص هي مشاكل كبيرة جدا، منها ما هو الصوت وقف. دكتور قاسم، دكتور قاسم ممكن تقفل الصورة لأنه الشبكة في السودان. لو وقفت الكاميرا، لو وقفت الكاميرا بيساعدك في إنه الباندويت بتاعتك تكون كويسة. دكتور قاسم تمام. في العادة بياخد توفيت لحد ما أجي راجع تاني. ممكن يا دكتور مسافة كده نمشي دكتور عبد العال الجانب القانوني. لا دكتور عبد العال نمشي للجانب البيئي. دكتور ريهام اوكي تمام. برضو نشوف نحن البيئة الجامعية نفسها نوفر للأستاذ الجامعي في التعليم الأهلي والخاص الأجنبي. أستاذ ريهام تغطي لنا لحد ما دكتور قاسم يجي راجع. دكتور قاسم يرجع. نعم تفضلي أستاذ ريهام. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ريهام نبيل التاج المشرف من أكاديمية السودان لعلوم وتكنولوجيا الطيران. أول حاجة إحنا منه؟ إحنا تجمع أساتذة الجامعات والكليات الخاصة الأجنبية والأهلية. هدفنا شنو؟ عايزين نعالج قضايانا، قضايا الأستاذ. من أهم أنا بقول يعني أنا برجع وبقول إنه الأستاذ الجامعي والأستاذ عموماً حتى لو أستاذ المراحل الأساس والابتدائي هو أساس التطور في أي بلد. فأنت لابد إنك توفر له مناخ مناسب وبيئة بيئة تعليمية وسياسية على أساس إنه يقدر يقدم ويكون إنسان معطاء في حياته، بالذات إنه العملية التعليمية يعني أنا شايفة إنه هي محور التطور في كل بلد. بتبدأ أول حاجة بالتعليم، بعدين بتمشي لقدام. فالأستاذ يعني معروف بيخرج كل التخصصات وكل الأجيال. طيب معروف إنه في السودان آخر حاجة كان مهتمين بها في الفترة اللي فاتت ديها هي التعليم والمعلم وهكذا. يعني الأستاذ بيعاني ما يعاني صراحة، يعني الزلم من أسي حالياً كده نكون واضحين حالياً الأستاذ الجامعي وقبل 30 سنة فرق كبير. الأستاذ الجامعي في الوضع الطبيعي مفترض يكون نمبر 1 من ناحية خدمة مدنية، يعني هو بيكون يعني كل خدمة ممكن تقدم له هو مفترض تكون متاحة وأفيلابل له على أساس إنه يقدر يقدم
كل حاجه بيقدر يقدمها، لانه انت لما تقدم ما بتقدم لشخص واحد، انت بتقدم لجيل قادم، انت بتطور في جيل قادم، بتعلم في جيل قادم، جيل حيرفع البلد. فالهدف الاول والاساسي هي ترقيه الاستاذ الجامعي بكل مناحي الحياه عشان انا اقدر ارتقي بالوطن كله. بيئه الاستاذ الجامعي صراحه بيئه متدنيه وبعيده كل البعد من ناحيه حتى اخلاقيه. يعني انت الاستاذ الجامعي اصبحت الكليات والجامعات الان بتتعامل مع الطبيعي انك انت موظف في اي جامعه او كليه، انت بتقدم كل هذه الخدمات عشان تساعد الاستاذ الجامعي انه يؤدي وظيفته. الان الموضوع اصبح معكوس تماما، الان انت كلهم بيعتبرين انك بتخدم فيهم كلهم. يعني انا ما قادره اقول، لكن يعني اعتبر انها واضحه. البيئه في الجامعات صراحه بيئه متدنيه. أبسط حاجة، الأستاذ الجامعي قد ما يكون عنده مكتب ملائم، مكتب صغير إن شاء الله يقدر يمارس فيه إن شاء الله تحضير محاضراته، إن شاء الله مقابلة طلابه، أو حتى استقبال أي كان. يعني كلنا حنكون مرينا بالمواقف دي. أنت قد ما يكون عندك أي مكتب مهيأ، مكتب أنا ما حقول مكتب فيه جهاز حاسوب وشبكة إنترنت، حكون بحلم، لكن على الاقل انا عايزه اوفر للاستاذ الجامعي مكتب فيه جهاز حاسوب وشبكه انترنت. ده ممكن يكون حلم في بيئه. والله حلم يا دكتور. اوكي تمام، واصل يا ريحان. فصراحه احنا بعيدين كل البعد. يعني والله حاجه مأساه شديد. الاستاذ الجامعي حاليا ما عنده قد، يعني بالذات في الكليات الخاصه وكذا، ما بيهتموا بالتحصيل المالي، ما بيهتموا بانك توفر للاستاذ تبعك مقومات انه يقدم لك ماده تعليميه محترمه تقدر تنافس بها في كل العالم. لا، انت بس تقدم محاضرتك باي طريقه، حتى ما يكون في اي اسلوب لتعيين او كذا. انا سيد الاكاديميه او الكليه، انا حاجيب ولدي وحاجيب خالتي واعين واشتغل وهكذا. لانه طبعا الجامعات الحكوميه في الفتره اللي فاتت التعيين كان شويه صعب، لانه يعني ما لانك انت ما مهيئ، لا بالعكس، انت قد تكون اول دفعتك لكن ما عندك انتماء سياسي بيحيلك انك كنت تعين في جامعات حكوميه. الان الوضع اختلف الحمد لله، ماشيين في تقدم، بس لازم نراعي انه نرجع للاستاذ الجامعي هيبته، نرجع للاستاذ الجامعي مكانته في المجتمع. انت لما تقدر وتحترم الاستاذ الجامعي ويكون هو اولوياتك انك تريحه على اساس انه يقدم لك، انت كده بتضمن عمليه تعليميه ممتازه، بتضمن كلية محترمة، مادتها التعليمية عالية جدا. أبسط حاجة إنك توفر له مكتب محترم يقدر يمارس فيه أبسط حقوقه. يعني شبكة إنترنت، إحنا في مرحلة حنعبر شبكة إنترنت محترمة تقدر تنزل فيها وتطور فيها من نفسك، تقدر تشوف الجديد، تقدر تتواصل مع طلابك بطريقة. يعني حاليا كل الأساتذة بتواصلوا مع طلابهم خارج القاعة أو بين باب القاعة وباب المكتب. ليه؟ لأنه جوا المكتب بيكون مكتب 3x3، تكون فيه 9 أساتذة قاعدين جوا ده إذا هم أصلاً عندهم مكتب. ما في حاجة اسمها أستاذ وترابيزتي، جست أستاذ أنت وكرسيك إذا لقيت. يعني ثاني حاجة، أنا يعني زي ما قلت في حق لي أحلم، أنا بحلم بأستاذ جامعي يقدر، ما يعني ما بقدر، يعني ما 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 ظريفه في حقه اني يجي في المواصلات عشان هو والطلبه والغيرهم عشان يلقى له طريقه مقعد في حافل او في عربيه او كده. فصراحه الموضوع ما بيليق بالاستاذ عموما، بغض النظر عن استاذ جامعي او استاذ غير جامعي. فبطال بقول انه نحن من مشاكلنا كاساتذه انه نحن الجامعات ما بتوفر لنا تراحيل، ما بتوفر لنا عربات للأسف، ما بتوفر لنا تراحيل، ما بتوفر للأستاذ بيئة يقدر يقدم بها حقول خدمة تعليمية ممتازة، يعني تأهل الطالب إنه يكون يقود المجتمع في جيله. يعني أو إذا عنده عربية مثلا دكتور قاسم، ولا دكتور قاسم أمس تقريبا 4 أو 5 ساعات هو واقف في البنزين عشان يحصل على 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 بنزين. ف يعني الحاجات ما بتليق بالاستاذ الجامعي في اي مكان في العالم. يعني من اقل دوله
هي بتحترم الاستاذ الجامعي، بتوفر له يعني على الاقل احنا نفسي في ازمه وفي كده توفر له رمبة. اي استاذ عنده بطاقه بتثبت انه هو استاذ جامعي ما يجي في صف، انت عندك رمبة تمشي يعني اهتم ادي الاستاذ الجامعي مكانته، عشان الاستاذ الجامعي بالذات في الكليات الخاصه والاجنبيه يقدر يوفر لك العمليه التعليميه بطريقه مرضيه بالنسبه للكليه وبالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ نفسه. برضو حاتكلم عن البيئه بتاعه الجامعه. يعني حاليا كل الجامعات الخاصه بتكون عباره عن عماره من 6 ولا 7 طوابق او كذا، ما بيكون فيها متنفس حتى للاستاذ، ما في حاجه اسمها استراحه خاصه بالاستاذ الا في الجامعات الحكوميه. احنا في الجامعات الخاصه صراحه يعني انت عشان تشم هواء كده الا تطلع برا الجامعه. فصراحه الحاجات دي نعم الناس قد تشوفها حاجات بسيطه، بس هي بتاثر في نفسيات الاستاذ. يعني الاستاذ عمود الارتقاء بالدوله بالوطن. فانا بشوف انه الحاجات دي هي ما رفاهيه، لا هي اساسيه للاستاذ الجامعي بصوره اكيده. يعني برضو حابه اتكلم عن التعامل داخل الجامعه وداخل الكليه من الادارات للاستاذ ومن الموظفين عموما للاستاذ. حاليا الاداره بتتعامل معك كانت جسم مفترض تقدم لها حاجه وتديك عليها حاجه وغير راضيه طبعا، وما عاوز مع السلامه من غير ناحيه اخلاقيه ومن غير ناحيه. انت قد تكون قدمت لها كميه من التضحيات على سنك، تقدم ماده ممتازه، ماده تعليميه جميله وكذا، لكن تلقى الاستاذ بعد ما يدي محاضرته لانه ما عنده بيئه مناسبه في الاكاديميه او في الكليه او في الجامعه يرجع للبيت. وطبعا الاستاذ وقته ما وقت اللي بدرس بس، لا هو مضطر يرجع عشان يحصل ويطور من نفسه بإنترنت الخاص، بلابتوبك الخاص، بزمنك الخاص، عشان تقدر تحضر محاضرات جديدة وتطور من نفسك كل مرة، عشان المرة دي تقدمها لكلية أو لإدارة هي ما مقدرة شغلك أصلاً، ما مقدرة أنت بتعمل في شنو. فأنا بتمنى من الملاك ومن التعليم العالي والتعليم الأهلي إنه يراعوا ويرجعوا هيبة الأستاذ الجامعي بالذات في الكليات الخاصة، لأنه هو أصلاً ما بيقل عن الأستاذ في الجامعات الحكومية، بل هو بيتحمل حاجات أكثر وأكثر أكثر هي ما موفرة من قبل الإدارات في الجامعات الخاصة. وإن شاء الله كده مع بعض كلنا كده نرتقي بالعملية التعليمية عن طريق الأستاذ الجامعي إن شاء الله. وشكراً لك كثير دكتور أنور على إتاحة الفرصة، وبارك الله. الله يديك العافيه. في بعض التعليق اللي انا شفتها بيقول لك انه يا اخي اساسا شنو يا اخي يكون عندهم طرمبه يا اخي، الناس زيهم زي باقي الناس بتاع. بذكر انه مثلا في قطاعات الامن والجيش والبدايه انا قاعد اشوف في صف انت بتاع اسمه شنو ده، وضابط الجيش ولا ضابط الامن ولا الدعم السريع ولا كده، هو زيه زي الاستاذ الجامعي. يفترض انه يكون يعني لو المجتمع بيقدر بصوره بخط الفاليو في حته صحيحه، افترض انه الاساتذه وكل زول المفروض يجي في صف، لكن لو في اولويه ممكن الناس تقدر المجتمع وقيمه، يقدر انه الزول ده ما بيسال من لوكسري، ما بيسال من حاجه زي اقول رفاهيه، انه بيسال من حاجه اساسيه عشان تخليه يؤدي الشغل بتاعه. ثاني حاجه بالنسبه للتعليقات برضو التعليق بتاع انك انت ما تمشي تخلي الكليه ولا تمشي البتاع، طبعا الكلام ده بنقوله لاي زول تجي تسكت من حتتك وقلنا لك يا خمشي، الناس كلها حتكون في الشارع ما في زول شغال. يعني من حقك انت ده يكون عندك مطالب وبتاع وتقولها وتطلع بها، ما في زول بيقدر يقول لك يا اخي اسمع والله لو ما عاجبك امشي، ما المساله كده. انت ده وطن ونحن كلنا فيه، والاستاذ الجامعي في التعليم الاهلي الخاص الاجنبي الحكومي، كل استاذ جامعي وبيخدم المجتمع. يعني شكرا لك يا ريهام. نرجع لدكتور عبد الرحيم بسبب الصعوبات التقنيه اللي لقيتنا، ودكتور قاسم فقدناه. دايرين الجوانب القانونيه في الموضوع قضيه الاستاذ الجامعي نعم على الدين، استاذ على الدين تفضل. طيب شكرا. هو حقيقه على الدين ممكن يتكلم عن الجانب بتاع الايكونوميكال بارت في الجانب القانوني، يعني الرواتب وكذا. انا داير اتكلم حقيقه في بعد اذنك يعني دكتور. تفضل. انا بس الجانب القانوني هو
طبعا دكتور قاسم يفترض كان يدينا يعني اشراق او اضاءه كده عن الموضوع، لكن هو بسيط جدا. احنا الان من اهدافنا انه اول حاجه نحن التعاقد او الاستاذ الجامعي هي رساله، التدريس الجامعي هي رساله، والرساله دي عشان انت تاديها بيكون في شراكه ما بين الملاك لهذه المؤسسه التعليميه والاستاذ الجامعي والبيئة اللي تكلمت عنها زميلتنا أستاذة ريهام. يعني أنت عشان يكون عندك هذه العقد ده ما هو استئجار، ولا هو الأستاذ الجامعي هو عبارة عن سلعة يعني، أو عبارة عن يعني هي لازم يكون في مشاركة، لازم النظرة تتغير، لأنه هذه المؤسسة التعليمية عندها ستيك هولدرز، عندها شركاء فيها في 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 أداء الرسالة. فعشان نأدي رسالتنا على الوجه الأكمل لازم يكون هذا التعاقد مؤطر قانونيا، يعني مؤطر يعني ما يكون في إجحاف. بمعنى انه نحن تكلمت يمكن كبير في الاهداف عن التعاقد مع طبيعه العقد، وحتى عندنا في المساء الان ومشينا لوزاره العمل ومكتب العمل. مش الان الحاصل انه اي كليه او اي جامعه عندها فورم بتاع عقد معين، وهذا العقد طبعا الاستاذ في الاخر قد يكون اندر يعني سيركمستانسز او ظروف معينه بيضطر لانه يرضى باي شروط للخدمه، وهذا كلام مجحف قانونا ما يجوز. احنا الان في التجمع عندنا يعني مستشارين قانونيين، الامانه القانونيه او مكتب المستشارين، في انه نحن حقه يعني يكون من مطالبنا في انه يكون في عداله، انك انت لما تتعاقد مع جهه معينه لازم بد ان هذه الجهة أنت تكون راضي بما تعاقدت عليه، ويحميك القانون. فلازم هذا القانون يسن أو يكون في وزارة العمل، وزارة التعليم العالي. طبعا الآن هي أنا بصراحة هنا يجربي القول إنه وزارة التعليم العالي رابع ده تماما عن التعليم الأهلي والأجنبي، وأنا بوجه هنا رسالة للسيدة وزيرة التعليم العالي في إنه إدارة التعليم الأهلي والخاص ما هي تعتبروها بس بقرة حلوب عبارة عن حاجة بتجيب لكم قروش. لا، الأستاذ الجامعي ده حقه وين هنا؟ قانونا حقه ضايع. الثورة دي لما قامت يا دكتور أنور شعاراتها واضحة، حرية سلام وعدالة. العدالة دي هنا هي المطلوبة. نحن عندنا الآن ما في عدالة تماما، يعني الأستاذ الجامعي من الناحية القانونية هو مظلوم تماما. عشان كده نحن بنطالب بأنه تسن قوانين تحمي الأستاذ الجامعي. الآن يمكن انا لازح سرا انه في بعض الجامعات والكليات الان بدات يعني تحاول تهدد وتهدد بالفصل لبعض الاساتذه، فهذا الكلام طالبوا بحقهم، بس طالبوا بحقهم على الأبس، مش طالبوا بحق، بس يتكلموا يعني، بس يتكلموا عن انه الاستاذ الجامعي المفروض يكون ويكون يا دكتور في تم فصلهم، في الان تم فصل شاذة، وفي ناس تم فصلهم. يعني وين القانون هنا؟ وين الجانب؟ هو نفس الصالح يعني العام والإناي بتاع الانقاذيين السابق. يعني نحن ما يعني معناها ما نحن ما قمنا بالثورة دي واتمهرت فيها دماء وقاموا فيها الناس الا لاجل هذا الظلم الحاصل. فلا بد من هنا الناحية النواحي القانونية، يجب انه يكون هذا العقود والشراكة بين الاستاذ الجامعي والمؤسسة التعليمية لابد أن من النواحي القانونية تكون مضبوطة وعادلة ومنصفة لهذا الأستاذ. أنا أكتفي بهذا القدر وأدي الفرصة للأستاذ علاء الدين. قبل ما كان موجود أنا عايز أوجه رسالة لكل أستاذ في الجامعات والكليات الأجنبية والخاصة، إنه تجمع الأساتذة بتاع الكليات الخاصة والأجنبية قادر إنه يحميك وقادر إنه يرجع لك حقك والحد عندك، بس شرط انا معاك انك تكون عضو في التجمع، لابد انك تكون عضو في التجمع. الحاصل هسه للاساس في مجموعه من الاساتذه ممكن ان شاء الله الدكاتره بعدين يتكلموا عنهم، حصل لهم فصل لمجرد انهم طالبوا زياده الاجر وتم فصلهم تماما تعسفي. ليه ما الفصل سببه شنو؟ عشان انت طالبت بحقك. يعني احنا ما زلنا في مرحله احنا ما دلنا في مرحله القهر تقهر لمجرد انك عايز تعبر عن حقك. احنا في تجمع اساتذه الجامعات الخاصه والكليات الاساتذه الجامعات الخاصه الاجنبيه، ان شاء الله حنقف مع كل استاذ بكل ما نقدر،
ان شاء الله بكل حاجه، اما ننفصل كلنا يا اما نرجع كلنا وبمرتبات تكون مرضيه للاستاذ الجامع. ان شاء الله ان شاء الله بس ان شاء الله. تمام طيب ممتاز جدا ممتاز جدا. انا بحب الروح بتاع التضامن دي والروح الثوريه، لانه في ناس قدموا يعني ارواحهم، الشهيد محجوب في جامعه الرازي، يعني كميه بتاعت طلاب وفي التقانة وفي وين وين ديل ارواحهم ما تروح يعني سدى، يعني هم لما طلعوا الشارع دايرين تعليم افضل، دايرين اوضاع لاساتذتهم افضل، دايرين اوضاع للبلد كلها افضل. طيب استاذ علاء الدين لو لا قبل يا دكتور انا هتكلم. اتفضل. طيب احمد ايوه اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعتذر انا قافل الكاميرا لانه الانترنت في السودان ما شاء الله قوي شديد، فقافل الكاميرا عشان الصوت يكون واضح. اول حاجه انا بدي اتكلم عن قصه المرتبات. احنا الان ما حنقول مستوى المرتبات لانه الجامعات الخاصه هاي السوري جامعات حكوميه زادوا، لا احنا بنتكلم عنه السوق الان فرض الزيادات. احنا لو كلمنا فقط انه مرتب الاستاذ الان الاستاذ المشارك البروفيسور مرتبه 12000 الان في الجامعات الخاصه، 12000 دول احنا حسبناه فقط ما بجيب له فقط يعني لو هو سايق عربيه حق البنزين زائد بس اللبن بودره ومعه ممكن اقول لك حبه مقتضيات للمنزل. فالمرتبات لا يوجد عداله فيها تماما، والكلام ده من الان ماشي الزيادات اللي حصلت الان في البلد من السنين اللي ورا. الجامعات الحكوميه الخاصه تلتهم كل الارباح، يعني الجامعه غير التاخيرات غير الحصر. احنا في ازمه كورونا الحسي من ما بدت وغير زيادة المرتبات لحد لما في جامعة جابت أساتذتها قالت لهم يا جماعة إحنا في ظرف كورونا ما عندنا مرتبات نديكم، لا ما في يعني أصلا منظروا لك نظرة بتاعت أنك تزيد أقطاع الأساس ما في يعني ما يعني لو مثلا جامعة ما عندها قروش على الأقل المفروض تخطر الموظفين بتاعنا الأسباب بتاعت تأخير المرتب. في أساتذة الآن عندنا في التجمع إحنا بنطالب لهم من شهر ثلاثة من حصلت الإجازة شهر ثلاثة احتمال من شهر خمسة ما أخذوا مرتب، شهر خمسة وفي ناس شهر أربعة وشهر سبعة ما أخذوا مرتب، واحسن جامعه بتدوم نص المرتب. الان في وضع في الازمات قمه الازمات الجامعه بتقف قدام اساتذتها، يعني احنا بنتكلم غير ذات المرتب. احنا عندنا احنا دايرين نعتبر احنا كبني ادمين كبشر المفروض على الاقل هم بشر زينا المفروض يخاطبونا لو عندهم عجز في الامكانيات على الاقل يخطرونا بها. لا ما في في احنا تكلمنا قبل كده عملنا استبيان لكل الاساتذه شاركوا فيه 750 استاذ 753 استاذ سوري منه وكل الاساتذه. انا البيانات دي الكلام في الاساتذه والله قاعدين يبكوا من الكلام ده ما في رد، والاساتذه عندهم اولاد متزوجين وعندهم ظروف المعيشه صعبه جدا، وفي اساتذه مأجرين بيوت فعندهم ديون كبيره جدا وبانين اساس مرتب المرتب ال 5000 او 7000 المديله دي باني بقى حياته. فانت وقت تجي ازمه زي دي بدل تقف مع الاستاذ انت مرتب ذاته ما تدي له. الان كل معظم الجامعات ما ادت مرتبات للقطاع الخاص، ما ادته المرتب ولا ادته ادته نص المرتب، وبظرف انه احنا كورونا ما عندنا، مع انه هم كانوا كل السنين اللي فاتت دي ممكن اقول لك نسبه 5% فقط بدوا للاستاذ او الاستاف ككل مش الاستاذ العمال او ككل الناس بدهم 5% 10% الباقي بيمشي للتطوير، وبعض المرات المرتب ذاته بيشيلوه بكل صراحه بيقلبوه في السوق. انا معلش عن الكلمه دي لكن بيشيلوه. انا بعرف اساتذه بدون ذكر اسماء بيشيلوا المرتب بيمشي السوق بيشتروا بها حاجات بيبيعوها بيجيبوا لها قطه وبيشيلوا الربح بمرتب الاستاذ. يعني الان ده عمليه يعني يعني ما قادرين نعبر احنا من التجمع ده قام عشان احنا قبل مرتب الاستاذ الزيادات مرتب الاستاذ ما هتجي عشوائيه، لانه الان في اتحاد اصحاب العمل شكلوا لجنه وقالوا المرتبات لا تقل عن 3000، لكن المشكله كده الان اصبحنا في صراع انه 3000 دي انت الان حددت الحد الادنى، لكن كده انت ما اديت له فرصه لسه. يعني القوانين الان موضوعه ما زالت لما بتدي حق الاستاذ. يعني احنا بنتكلم في انك كونها تحت ليها مرتب اوكي، لكن انت ما يعني القانون بتاعه لسه 3000 ممكن يديك له 4000 ممكن ينقص لك مرتبك، ما قانون في يده. والان قضيه الفصل التعسفي دي الان بكل يعني يعني بيصلوا اساتذه الان عندنا اساتذه الان كانوا يشاركوا معانا الان في اللايف حددهم عادي قال لهم لو انتم طلعتوا اللايف يا اللايف يا الجامعه ادالهم بهذا الاسلوب يلا في الجامعه. فيعني احنا يعني الوضع ده بقى مؤزر جدا في البلاد، فلازم احنا الفتره القادمه دي واحنا يعني في المرتبات دي وخاطبنا وزاره التعليم العالي خاطبنا وزاره العمل خاطبنا اتحاد اصحاب العمل وخاطبنا رئاسه الوزراء ومنتظرين الردود منهم. جانا رد واحد من وزاره التعليم العالي
قال لنا حيتم تحديد اجتماع معكم في وقت اخر. الكلام ده قبل 3 اسابيع لسه ما تم تحديد الاجتماع. قبل 3 اسابيع قال لنا حيتم تحديد اجتماع معكم ومنتظرين. مشينا لهم ثاني اسبوع الفات يوم الاربعاء على ما اعتقد الاسبوع الفات مش قبل الفات معلش مشينا لهم وقابلنا منهم يعني مدير الجامعه المدير الاهليه والاجنبيه دار الاهليه والاجنبيه قابلناه وما فيرت ما فيرد. احنا بنطالبهم انه الان يردوا علينا احنا فمس الحوجة لهم. يعني انت لحد الان بتقول لي يعني انا وقت مشينا بيقولوا لنا انت اي اساتذه يعني خاطب ادارتها لانه احنا ما عندنا علاقه بالجامعات ما بنقدر نديك مرتبات. انت ما بتقدر تدي مرتبات انت بتقدر تضع قانون لحفظ حقوق الانسان لانه احنا الان في اساتذه في ظل زي ما ذكرت دكتور عبد الرحيم في ظل الامبريلا بتاعت الوزاره. يعني انت كونك اديت لايسنس للوزاره للكليه او الجامعه انها تشتغل معك تحت المظله وتخرج لك طالب والطالب ده يشتغل في السودان او يشتغل برا خارج السودان يعني هو تحت مظلتك. فاحنا برضو الاساس المفروض نفتح المظله. يعني الان انا ممكن يفصلوني الان يفصلوني بدون ارجع لاي زول فصلي تعسفي يدوني مرتب 6 شهور ويقول يلا السلام عليكم بهذه البساطه. وممكن حجتهم يقول لك لانه الان المرتبات ما عندنا ده نحافظ الوضع الاقتصادي الان ممكن تمشي. يعني احنا ذاتنا من يعني بنحاول قدر الامكان المرتب غير احنا بنطالب بزيادته بنطالب المرتبات الاصل حقت الاستاذ القديمه دي تندفع. يعني احنا ما طالبين بحياه مستحيله طالبين حق الاستاذ رجع له. وغير انه حق الاستاذ رجع له الان يعني الزيادات دي يعني دارين مساواه الحكومي المرتبات الحكوميه مساواه لانه الوضع الاقتصادي احنا الان نملك نفس المؤهلات نملك نفس المقدرات وبالعكس بنقري عدد اساء طلبه ممكن الجامعات الاهليه والاجنبيه شايل حمل نفس الحمل بتاع الجامعات الحكوميه واحتمال اكبر كمان لانه احنا جامعاتنا اكثر من كم زي ما ذكرت عبد الرحيم اكثر من كم 80 جامعه وكليه خاصه وتملك يعني ايوه فتملك من معدات وتملك الاستاف يعني تملك استاف مؤهل جدا جدا. فنحن لازم يعني احنا بنطالب انه يقول حتى الملاك الان اجتمعوا مع المديره ومن القوانين طلعوها في الخطاب انه قالوا للاسف يعني لحد الان بدل يقوم يطلع خطاب مساعد الموظفين لا قالوا خطاب بتاعهم قالوا طالبوا بتخفض العماله الاساتذه من المتعينين من 65% ل 25%. طالبوا بانه يتم التعاون بين الاساتذه الجامعات الحكوميه مع الجامعات الخاصه. يعني انت بدل تحاول تحل مشكلتنا بتحاول تقول الناس اللي حصل لهم مرتبهم ده نجيبهم باقل ثمن. يعني انت العماله الاساتذه بتاعينك ما تعتبرهم زي الاساس فاقل طائرة مالية طوال تستغنى عنهم. وما في اصلا انت يعني الفترة فاتت دي كان احد الظلام احنا كلنا مرينا بالحد الظلام ده وما كان في زول بيطالب بحقه وكنا مستعبدين. لكن الان لازم احنا يعني نطالب بحقوقنا بالطريقة الشرعية. احنا الان وجهنا خطاباتنا كل الجهات دي ومنتظرين الردود منا. فممكن نتكلم دكتور عبد الرحيم كنت كان في اجتماع مع المديرة أيوة. مديرة شنو؟ مدير ال لا مدير ال الإدارة الأهلية والأجنبية في وزارة التعليم العالي. تمام. أيوة. طيب في قاسم رجع لينا بس قاسم قبل إن شاء الله كنت تابعته بس الكلام عشان ما تكرر الكلام اللي هو الجوانب القانونية. قاسم قاسم الناحية المالية مش كده قاسم؟ طيب اسف جدا للانقطاع ربما عطوا فني كده في الانترنت. طيب حاضر انا كنت بتكلم في الجانب الاقتصادي للاستاذ الجامعي في التعليم الخاص. ولما نقول جانب اقتصادي معناه بنتكلم عن جانب مهم جدا في حياه الاستاذ الجامعي في التعليم الخاص باعتبار انه هو المسير للحياه. بتاع الأستاذ الجامعي من التعيين في الوظيفة هو تحسين وضعه الاقتصادي لأنه الاحتياجات زي ما نحن عارفين متجددة لأي إنسان. فبالتالي عشان يغطي الجانب ده هو بتعين في كلية خاصة أو جامعة أهلية أو غيره عشان يسد رمق الحياة وبعد ذلك احتياجاته الخاصة احتياجات من هو وراءه يعني أولاد وغيره. الحاجة دي
بتنعكس لنا على أداء الأستاذ. يعني نحن كمؤسسة إذا كلية أو جامعة إذا ما حققنا وأشبعنا رغبات وحاجات الأستاذ الجامعي الاقتصادية، أكيد الأستاذ ما حيأدي لنا الأداء المطلوب، ما حيكون عنده ولاء للمؤسسة، ما حيكون عنده رضا فيه. ليه؟ لأنه حيمشي يبحث عن كلية تانية وعن جامعة تانية عشان يغطي احتياجاته اليومية اللي هي زي ما قلنا متجددة، ومتجددة بصورة رهيبة جدا بالذات في السودان، باعتبار أنه في قلاء كل يوم. يعني كل ما نصبح صباح بنلقى في زيادات في 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 أسعار المواد الاستهلاكية، في أسعار المواد الغذائية، في غيره. طيب إذن الجانب الاقتصادي هو المسير الأساسي للأستاذ الجامعي في الخاص والأهلي والأجنبي. في حال إنه نحن ما قدرنا ككليات أو مؤسسات خاصة أو جامعات أو غيره نغطي الاحتياجات الأستاذ، معناته نحن ما حنلقى جودة في الأداء من قبل الأستاذ، لأنه نسبة التركيز بتاعته حتكون قليلة جدا، لأنه وراه حاجات عقله حيكون قاعد يفكر فيها وكده، فبالتالي ما بدينا الأداء المطلوب. بعدك زي ما قلت قبل شوية ما برضى وظيفي عن الوظيفة بتاعته في المؤسسة الخاصة. طبعا الاقتصادي الآن المنهار في السودان بنعكس انعكاس مباشر على الأستاذ في التعليم الخاص والأهلي والأجنبي. إذا الوضع الاقتصادي هو حجر الزاوية في أداء الأستاذ الجامعي في التعليم الخاص والأهلي والأجنبي، على الإدارات الكليات أن تقدر أن الأستاذ الجامعي يحتاج لقدر أعلى من الراتب، لقدر أعلى من العوائد، لقدر أعلى من الحوافز، من البدلات، عشان يكون راضي عن الوظيفة. فزي ما قلت قبل شوي، لما يكون الموظف راضي عن الوظيفة بتاعته معناته هو حيأدي لك أداء عالي جدا، إذا بقى الأداء إداري أو إذا أداء أكاديمي. بعدين الأستاذ الجامعي في التعليم الخاص والأهلي والأجنبي طول الوقت هو شغال، يعني ما عنده سبيس، ما عنده مساحة في إنه يشتغل أي شغل جانبي. ليه؟ لأنه التايم بتاعه كله فل، باعتبار أنه عنده بالليل تحضير للمحاضرات، النهار حيكون شغال في المحاضرات، متابعة البحوث بتاعة الخريجين والبحوث بتاعة أعمال السنة، التصحيح بتاع الامتحانات، تحضير الامتحانات، مراقبة، الزمن بتاعه كله مخداه الوظيفة. يجب أن يقابل بمقابل مادي يساوي ويوازي ويقيم ويقدر المجهود اللي هو قاعد يبذله في أداء الوظيفة. ليه؟ لأنه أنت لما توفر لي من الراتب أو راتب عالي أو على الأقل زي ما قلت يغطي احتياجاته الأساسية، أنت كده تلزمه أول حاجة نفسيا، ذهنيا، حضوريا، في انه يقدم لك اداء عالي، وده بنعكس لك طوالي على المنتج بتاعك اللي هو الخريج. الخريج هو حصيله لمجهود الاستاذ، فاذا كان الاستاذ مركز بنسبه كبيره جدا في ادائه في الكليه او في الجامعه، في محاضراته، في متابعته للطلاب، في غيره، اذا نحن بنضمن انه الخريج بتاعنا يكون خريج ملم، خريج مؤهل، خريج عنده حصيلة عالية جدا من المعلومات يتلقاها من الأستاذ. والعكس إذا بقى الأستاذ مهمل من الجامعات، من الكليات، ما لاقي القدر المناسب الاقتصادي على الأقل حق يغطي احتياجاته الاقتصادية وكده، فبنلقاه مشتت الذهن، مشتت ذهنه، فبالتالي تركيزه قليل وغيره. زي ما قلت لأنه المجهود بتاعه يكون مشتت بين كم جامعة او كم كليه او غيره، لانه ملتزم في 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 كليات اخرى، بحيث انه العائد المادي اللي بيلقاه من جامعه او من من كليه واحده ما بغطي احتياجاته، فبالتالي هو مضطر اضطرارا لانه يمشي يشتغل في كليات ثانيه. في نوع ثاني بيمشي السوق، واول ما ركزت في 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 جانب اخر غير جانب اكاديمي هو الشغل في السوق او في التجاره او غيره، معناته أنت شليت التفكير بتاعك والتركيز بتاعك الأكاديمي تماماً. لكن زي ما قلت قبل شوية إنه الناس مجبرة، فبالتالي بنأمل إنه الكليات والجامعات الأهلية وجهات الاختصاص تولي الجانب الاقتصادي.
القاضي بتاع الأستاذ التعليم الأهلي والأجنبي والخاص هو اهتمام كبير جدا بحيث أنه يركز لنا أو يولينا كل الاهتمام نحن كطلاب وكإدارات وككليات كده في 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 إنه زي ما قلت قبل شوية كل التركيز بتاعه يكون مركز أو مركز على الأداء الأكاديمي ومراقبة الطلاب ومتابعتهم والتصحيح والأكاديميات والبحوث وغيره. فده جانب زي ما قلت أنا نتيجة طبيعية للانعكاس الاقتصادي يا إيجابي في كل النواحي ذكرتها قبل شوية أو قليل. فإذا في أي سؤال أو أي مداخلة نحن الأسئلة نخليها لاحقا بعد تغطية المحاور كلها بتاعت القضية وإنه الناس تكون عارفة إنه يعني الأساتذة بعض مرات بيشتغلوا متعاونين مع كليات والجامعات ولا كده بدهم يعني درهمات حاجة كده خفيفة. والكلام ده بيأثر في إنه والله يا أخي أنا كأستاذ محتاج زمن عشان أعمل ريسيرش عشان أنا ذاته أجي راجع ثاني يوم أطور المحاضرة بتاعتي. ما المفروض إنه بدرس بصرف مجال نحن بتاع الكمبيوتر ساينس، ما المفروض إنه أدرس مقدمة للحاسب الآلي سنة 2019 نفس المقدمة للحاسب الآلي المفروض في 2020، الكلام ده ما في. أنا كيف أدرس هيستوري؟ لازم أكون أبديتد وعارف الحاصل في الحتات كلها وأطور منهجي إلى آخره. فكوني أنا أكون من كلية لجامعة لجامعة لكلية لبتاع زي بتاع اللبن زي ما بيقولوا شاعر الشنطة بتاع فيو حايم، ده بيخلي إنه الرسالة بتاعتي ما أقدر أديها. في جانب مهم جدا من القصة دي الناس ما بتكون منتبهة له. يا أخوان الموضوع ما الأستاذ الجامعي إنه والله يا أخي ما أنصفناه في التعليم الخاص والأهلي والأجنبي معناه خلاص الملاك ده الشطار. في جانب تاني مهم جدا اللي هو الكلاينز الزبون بتاع الجامعات الخاصه والاهليه والديل الطلاب. والطلاب ديل لو عرفوا انه والله الاساتذه بتوعهم ديل تعبانين وانا كولي امر عرفت انه طالبي ده حوديه للجامعه ولا كليه اساتذته تعبانين بكون عارف تماما انه زول ما حيطلع لي يعني نافع ببصره ما حيقريه منه. اذا كان الاستاذ بيطلع من الهنا بتاعه وبيمشي يشتغل ترحال ده ما بودي ولدان لحته زي دي لو كان هو ما لقى حظه في انه يلقى في جامعه حكوميه ولا كده ما بودي. فالملاك لازم يكونوا خاتين في بالهم انه الكومبتيتيف ادفانتج بتاعت الجامعه الكليه الخاصه ولا الاهليه على الجامعه الحكوميه اللي بيكون فيها مشاكل واضرابات ومظاهرات وبتاع هي انه والله يا اخي في تعليم مستقر في احدث المعامل وفي افضل الاساتذه وكده. الاستاذ لو فيه مشكله ما بودي ولدي له، بالتالي البيزنس بتاعك يتضرب ذاته يعني من بدايته. الكلام ده لازم يكون موجود في بالنا ونحن بنعمل على تقرير يكون فيه تصنيف داخلي للجامعات السودانيه داخل السودان من ضمنها الجامعات الخاصه والاهليه والاجنبيه. حنوري اوضاع الاساتذه شكلهم كيف، حنوري المعامل الموجوده كيف، حنوري البحث العلمي بتاع الاساتذه التدريب كل التفاصيل اللي حنوريه. لكن نواصل في المحاور بتاعتنا. دكتور عبد الرحيم التجمع من ماد عمل لحد هسه عمل شنو يعني انجازاتكم؟ طيب شكرا جزيلا دكتور انور. الحقيقه نحن طبعا بعد ما زي ما قلت لك قبل في ظل هذه الجائحه والشهرين الفاتوا ديل كان اجتماعاتنا بتتم عبر الوسائط وتنسيق. فطبعا دائما يا دكتور انور انت راجل بتاع اي تي دائما ليس من راى كمن سمع يعني اول ما تتكلم مع ناس وتكتب وكذا تكون على الاقل التالف بين الشخص ما توصل لك لا صاحب الفكره نفسه. فالحمد لله يعني بعد يمكن في الاسبوعين الاخيرات بدينا نجتمع وقسمنا الامانات طبعا. وعندنا طبعا احنا بنعتبر نفسنا لجنه تسييريه او لجنه تسيير يعني على اساس انه نوصل لاهدافنا ونسير لحد ما تجي الجمعيات العموميه وبعد ذاك يكون في قوانين. وانتم وصلتوا للحته دي بعد ما تجمع الاساتذه بتوع الجامعات اللي هو عضو مؤسس في تجمع المهنيين السودانيين بعد ما حل لكم قضيتكم ولا ما تدخل فيها ولا لقيت انه والله يا اخي ما احنا خلينا نعمل جسمنا بران. الكلام ده مهم جدا طبعا ده كلام جميل ده كلام جميل جدا يا يا يا, يا دكتور انور. هو صراحه طبعا هم يعني ما اهدافنا ما احنا ما هم ما 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 لمسوا عصب مشاكلنا. بمعنى شنو؟ انه احنا انت بلاك يمكن دكتور قاسم المبارك قال الناحيه الاقتصاديه انه خلتنا احنا لاقين خلتنا احنا عايشين خلف الناس. يعني الواحد ما لاقي يسد
رمغوا زي ما قال بالرواتب وكذا، هو تكلم عنها من ناحية اقتصادية شاملة، لكن نحن مشكلة الرواتب الهيكل الراتبي خلانا إنه نحن هم ما إطلاقا هم همهم تاني، همهم حاجة تانية خالص جدا، يعني هم الخدمة المدنية الرواتب اللي يطلعون من السلم الخدمة المدنية ويخطون هم كمفوضيات براهن أو وزارة التعليم، نحن ما عندنا مانع، نحن زادنا نتمنى إنه نكون زيهم أصلا، لكن مشكلتنا في الرواتب. فبالتالي قمنا قسمنا الشغل للجان في لجان على اساس انه نوصل صوتنا ذا للجهات المعنيه، لابد ان نناشد. طبعا مشينا تجمع المهنيين ورسلنا خطاب للسيده وزيره التعليم العالي، ورسلنا خطاب لمكتب رئيس مجلس الوزراء، رسلنا خطاب لوزاره العمل، رسلنا خطاب لاتحاد اصحاب العمل، دي كلها نحن الان ناقشناهم وفي يعني مناقشات جاريه في متابعات على اساس انه نبلغ صوتنا. يعني نحن بنمشي خطوه خطوه على اساس انه وي ار هير، يعني نحن نحاول نوري انه نحن في مشكله، في مشكله كبيره جدا حصل الاستاذ الجامعي والجامعات الخاصه نفسها والتعليم برمته التعليم الخاص والاهلي، يعني في مشكله فعلا اذا ما تحلت زي ويل بي ا بروبلم فيتل بروبلم، يعني ما هي مشكله سهله. فبالتالي نحن مشينا طرقنا هذه الابواب وتكلمنا وفي شانلز مفتوحه الان، وان شاء الله يعني نحن بنرى يعني بناء واثقين انه سنصل لما نرنو اليه او ما نصبو اليه. فعملنا طبعا زي ما انا قبل كده قلت يمكن في احدى اللقاءات سابقا انه نحن عندنا تنسيق مع مؤسسات الجامعات، هم على اساس انه عندهم نقعد معاهم هم كجسم ند بالنسبه لنا وصن وزملاء لنا في المينا، فبنقعد ننسق ان احنا اهدافنا هنا موجوده ومرسومه وقاعده، عندنا لائحه وعندنا نظام اساس وعندنا نحن هيكل كامل. ونحن بالمناسبه عضويتنا الان يمكن ابوف ونس، يمكن محمد داوود يصححني اذا كان وريهام قريب ال 2000 في التليجرام، يعني فعندنا كمان عده جروبات. ايوه نعم عندنا من الاساتذه، نعم عندنا عضويه كبيره جدا، عندنا عضويه ضخمه جدا. ونحن الان يمكن استاذ ريهام دعت كل الجامعات الخاصه والكليات الاهليه، وانا من هنا بدعو برضو انه يجوا ينضموا لهذا التجمع، نحن بنخدم حقوقهم وبنحميهم ونأطل هذه المساله على اساس انه لابد من وضع سياسات قانونيه وسياسات اداريه تحمي هذا الاستاذ. نحن ناقشنا ذوي المتنفذين او الديسيشن ميكرز في الدوله ابتداء من فخامه رئيس مجلس الوزراء ووزيره العمل والتنميه الاجتماعيه واتحاد اصحاب العمل، وكلهم وعدونا بانه نحن حنجتمع بهم. نحن لقينا من مكاتبهم بانه وعود، وهذه مكاتب نحن هذه رسائل رسميه وموثقه، وان شاء الله نحن اسمها رود ماب، نحن الان عندنا خطه عمل او خارطه طريق ماشيين فيها، وان شاء الله حنوصل صوتنا وحنجي نقعد مع ونحن بنعتبر يا جماعه الملاك لازم حقهم ما يخافوا مننا، يعني ما نحن شركاء لا اجراء، نحن شركاء معهم، يجب انه حنقعد معهم يستمعوا لقضيتنا، لانه الحلول من جهه واحده معلوله. يعني اذا كان وزيره التنميه وزيره التعليم العالي بتفتكر انه الملاك هم بيحلوا لها مشكله التعليم العالي فذات رونج، هي خاطئه تماما. لا الملاك بيحلوا مشكله ولا اداره التعليم الاهلي والاجنبي مع بعضهم بيحلوا مشكله، لابد من سماع صوتنا. وهم وعدونا بانه نحن في لجان حتشكل ونحن اعضاء فيها على اساس انه نوصل صوتنا ونخط القضيه، نخط الكره واطاه زي ما بيقولوا، بعد ذاك نقعد نشوف. يعني نحن برضه المالك ده بيهمنا، انا بيهمني جامعتي تكون مستمره، وبيهمني انه جامعتي تكون رائده وتكون في التراك العالمي. فزي ما قال دكتور قاسم واستاذ ريهام قبيل ويمكن استاذ احمد داود برضه اشار للنقطه دي، لابد من البيئه المناسبه، البيئه المناسبه دي من ضمنها وضع الاستاذ الجامعي ده، فلا بد ان احنا من يقعدوا معانا عشان نوضع حلول. الوزاره لها دور، الملاك لهم دور، التجمع الاساتذه له دور، ونحن واثقين في انه حنصل بالمساله دي لبر الامان يعني ان شاء الله. وفي نقطه ثانيه انا بحب اشكر برضه دكتور انور لو سمحت لي. تفضل احمد. ايوه يلا احنا طبعا في الفتره الاخيره دي عشان نكون واضحين كده زي ما بيقولوا نتكلم مرتاحين، في ناس تم تهديدهم بالفصل من التجمع بتاعنا ده، تم تهديدهم بالفصل. احنا طبعا يعني تناقشنا اليوم في اجتماع مطول تماما بالنسبه للناس اللي يتصلون ديل رؤيتنا لهم في التجمع، تمام؟ عندنا طبعا احنا نجيت معاهم تماما، غير نجيت معاهم احنا طبعا عارفين في السودان لو تم فصل واحد ممكن يجيب زول غيره او يجيب كم نفر غيره، وممكن يشتغل بمرتب اقل من مرتبه.
بكون راضي بالوضع للناس الشباب. فتم احنا الان عندنا مبادره اسمها مبادره الكرامه، كرامه الاستاذ الجامعي. وهذه الكرامه دي لو الان تم فصل اي استاذ من التجمع او خارج التجمع فصله، هيتم ذكر اسمه في جروب او مبادره الكرامه. يعني ما بزل بيجي يتعين بدله، واذا بيتعين بدله بيمشي في جروب المبادره المذله. يعني نوري يا جماعه انت انا فصلوني بسبب مطالبه حقي، ما بزل المفروض يجي يتعين في مكاني. يعني كل الاساتذه المفروض يجي في كجسم واحد، وما بزل استغل الفرصه بتاعت انا طلبتها بحقي وتكلمت شالوني عشان يجي بدلي. احنا لازم عشان نكون الاعلام الان هو سلاح. احنا لو كنا يعني كاخلاقيات السودان الان اخلاقه طبعا ما شاء الله، في ناس كتار جدا عندهم اخلاق الحميد ان شاء الله، لكن نعترف في الان في يعني ناس بيستغلوا الفرص. فاستغلال الفرص ده الاعلام هيكون سلاح لنا ضم من واحد من السلاحات اللي انا نستخدمها. السلاح ده حمله الكرامه دي، اي استاذ يتم فصله مش من لو حتى مش من التجمع، حسنا الان الاساتذه فصلوهم ما من التجمع، اساتذه ما فصلوهم من التجمع، لكن احنا نتبنى قضيتهم لانه استاذ تعليم خاص وطالب بزياده المرتب، طالب فقط بزياده المرتب، وطالب انا بالتعليم الالكتروني ممكن اقري لك تعليم الكتروني واجي اقري لك في الجامعه واجي اعمل لك وانت مدتني مرتب. ده كل الطالب ده يعني ممكن تجبرني النت من عندي، اقري من عندي، الاجهزه بتاعتي، انت ما توفر لي جهاز، ما حتوفر لي انترنت، ما حتوفر لي، وطالبني اعمل لك محاضرات. ومطالب لي انا في نفس اللحظه انت مرتبي بتاع الشهر فات مديتني له، اول ما طالب تقوم الناس الطالبوا هم خمسه انفار بدون المطالبه طوال فصلهم. يعني عشان ده تهديد لاعضاء الجامعه، احنا طوال هنقوم نعمل المبادره بتاعت الكرامه دي. وهي تم نجاحها، تمت في ناس اسنان اطباء اسنان عملوا مبادره الكرامه دي. اي استاذ اسنان تم فصله طوال ما في استاذ بيشتغل مكانه، مستحيل يشتغل مكانه في نفس اللحظه. لو زوجة عين مكانه الزور ده لو مشى السوق ما بشغله، لو مشى عيادة بتاعت أسنان بيرفضه. يعني اسمه بيمشي كل الجروبات الأسنان يقول له يا جماعة فلان فلان ده تعين مكان الزور فصله ده بسبب المرتب ما بزر يشغله. فإحنا إن شاء الله هنبدأ كرامة الأستاذ هتكون فوق كل شيء، لأنه أستاذ هو برسل المادة العلمية، هو رأس السهم بتاع الدولة، ولا الدولة بدونه ممكن تكون نوسينج إن شاء الله. تفضل. نعم أستاذ ريان. بالإضافة يا أستاذ أحمد، لو ملاحظ إنه الجامعات الخاصة ما بتهتم ب يعني همها الأساس التحصيل. أنا طبعاً ما بقول ما بعمم، لكن الأغلب همها الأساس التحصيل المالي. يعني لكن من قواعد الاستثمار أو أبجديات الاستثمار إنك تجود الشغل حقك من كل نواحيه، وعشان أنت تقدر يعني يكون عندك القبول أو يكون أنت جاذب للطالب اللي هو بقدم لك ال بقدم لك الجزء. عندنا نقطة بعد التدريب والتطوير والبحث العلمي هنتكلم عليها في النقطة الجاية دي، هنوري الآن الوضع الآن في السودان. تفضل يا دكتور نور. ملاحظ إنه في أي أو أغلب الجامعات أو الكليات الخاصة إنه ما بيهتموا بالمعامل مثلاً. يعني صراحة في 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 حاجات هي مهمة جدا عشان أنا يعني يكون ده الفارق بين الزول الفاهم الحاجة فعلاً والما فاهمة فعلاً. فإنت في الجامعات يقول لك جيب أسوأ معمل ممكن يتكون بأرخص، مش بقول أسوأ لكن أرخص سعر ممكن أكون به معمل ودخلي له الطلبة ده. ما يعني ما بيهتم إنه جودة الحاجة أو استمراريتها أو كده. يعني أنا ما فاهمة الاستثمار يعني عنده أبجديات سهلة. جزء من الفساد الكان بيتم في العهد البائع. الجامعات عبارة عن غرف يا دكتور. نعم بيوت. إنه يعني ما في ضبط جودة. الوزاره كان مهتمه بانها تاخذ الرسوم، وحتى كان في وزاره التعليم العام ومشاكلها مع المدارس بصوره عامه انه دارين الرسوم وانه ياخذوا 2% ولا شنو الحاجه دي من الدخل بتاع الكليه ولا غيره. فبالتالي الجوده ما مضبوطه، وحتى اللجان نفسها اللي بتمشي تعمل تشيك على الجوده التشيك ليست بتاعتها ما بيدققوا فيها بصورة كبيرة. الحوافز اللي بتمشي لهنا، تضارب المصالح دي واحدة من الحاجات الغريبة جدا في النظام العهد البائد، إنه زول تلقاه موظف في وزارة التعليم العالي هو مسؤول من الترخيص ولا كده، ويكون نفس الزول ده عنده أسهم في كلية خاصة، يعني يكون شريك في حتة تانية. يعني الفساد كان سيستماتيك زي ما قال واحد من المفكرين، إنه الإنقاذ يعني كان عبرت من مرحلة فساد الإدارة الى مرحله اداره الفساد، كان في فساد يدار. لكن بنعمل انه بعد الثوره
بعد الناس يعني قدمت ارواحها انه الحياة دي لازم تقيف. يعني حكايه انه يكون في ترخيص لكليه خاصه ولا جامعه خاصه من غير ما هي تستوفي الشروط بتاعت الجامعه بالمعامل بتاعتها بالكواليتي بكل الحاجات يا اخوانا، حتى الباركينج الكار باركينج، انت لو عامل لي جامعه ولا بتاع لازم يكون انت العربات حتجيب وين، الاثر بتاعها على البيئه اللي حواليك، كل التفاصيل دي لازم تكون موجوده. فهل الحاجه دي موجوده في توجه عليها ولا لا؟ لانه الترخيص هو الحته الاضانه اللي بتتدرس للكليه الخاصه ولا الاجنبيه ولا الاهليه من قبل التعليم العالي. هل في بسبب تدني الجوده ولا كده، هل في اي كليه في 2020 دي توقفت؟ هل ممكن انتوا يكونوا وسائلكم انتوا لتوضيح معاناتكم ومشاكلكم انه طالبوا حته الجوده دي من التعليم العالي يكون دي من مطالبكم؟ دكتور عبد الرحيم. طيب حقيقة نحن يمكن قبل الأستاذ أحمد أشار لنقطة خاصة بأنه هم الالتزامات التزام الملاك أو الجامعات الخاصة وكليات الأهلية والخاصة دي التزام تجاه الوزارة بأنها هي في يعني هي ملزمة قانونا أنها تعين 65% من الإصطاف يكونوا permanent، يعني يكونوا بعقد رسمي عقد كامل، وهم زي كأنه بيهددوا أنا إذا زدت الراتب، أو هي طبعا بترشح إشاعات عشان جس نبض اسمها إنه نحنا بنعين 25% فقط والرواتب نعليها للخمسة وعشرين ديل والباقي نجيبهم بالساعات. ده ذاته نوع من الفساد، ده ذاته الوزارة ما حق توافق عليه أصلا، ولا يمكن أن نحنا نسمح به، وحنظل نصدع بكل نقص وكل قصور خاص في جودة التعليم العالي. ونحن بح لساننا ده قبل ما نتكون هذا التجمع كأساتذة، بح لساننا من الجودة في التعليم العالي، برامج الجودة يعني الكواليتي ان اكريديتيشن، التقويم والاعتماد دي كلها نحن تكلمنا فيها وقعدنا ناشد الإدارات. والآن نحن من عندنا من إن شاء الله في التجمع حتكون عندنا إدارة خاصة بالجودة والتقويم برضو، والوزارة عندها إدارة كاملة زي دي، لكن إذا ما شافت دورة نحن بنقدر نعكس، وما في شيء بيتدزة تاني، ما في شيء بيتدزة. يعني نحن الآن خلاص عهد الدزة والغدغيت انتهى. نحن الآن أي كلية وأي جامعة ما تلتزم المعايير أو تظلم أستاذ نحن والله لها بالبصات إن شاء الله. ده ما تهديد، ده ما تهديد، لكن نحن ده من أهدافنا تقويم العملية التعليمية والرقي بها لابد من تصحيح الخطأ اللي هو شنو؟ اللي هو repairing of the weakness اللي هو نقاط الضعف، وكذلك تعزيز نقاط القوة. نقاط القوة في انه البرامج بنحدثها بكذا بنخليها يعني بنناشد، وده عبر المؤتمرات وعبر السيمينارات وعبر الورش والتدريب، عشان كده بنطالب بتدريب الأستاذ وبنطالب بتعديل وضعه الهيكل الراتبي. فبالتالي نحن ان شاء الله جاهزين، وان شاء الله ما حنستكين، وباذن الله من سار على الدرب وصل. ونحن بنفتكر انه نحن رسالتنا فيها عدالة وفيها عادلة، وقضيتنا لابد انها تحل، وقضايانا لابد من النظر لها، وهي ريبيرابل يعني يمكن علاجها، يعني ما في شيء، يعني احنا ما طالبين شيء المستحيل، لكن دارين في حدود الامكان نزيل هذا الفساد اللي كان حاصل، ونصحح المسيرة ونمشي لقدام ان شاء الله. طيب انت الدكتورة زينب كان من البداية احنا مستنيين تيجي داخلة، استاذ زينب محمد عثمان المشرف الارشاد الاكاديمي، وعرفت انه دخلت اسي بحساب معتز. اي نعم، اتفضل يا استاذ زينب، اعمل ام ميوت يا معتز، اعمل ميوت ام ميوت للمايك، افتح الصوت. ايوه استاذ زينب مرحبا بك. لو انا بعرف ممكن تكفي الكاميرا يا دكتورة، اي ممكن تقفل الكاميرا عشان انه صوتي يجي يعني الجانب بتاع التدريب في قضيه الاستاذ الجامعي في التعليم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. دكتوره زينب اقفل الكاميرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه، تفضلي الكاميرا دكتوره. هي ذاته طلعت النت بتاعها في مطر هنا الليلة عندنا في بحر يا دكتور، في معنا في بحر. كويس والله، إن شاء الله صيب النافع. الحمد لله. ممكن أنا أتكلم عن التدريب يعني ممكن نيابة عنها حدد ما تجي. تمام. إحنا
بنقول انه التدريب والتطوير والهيز جات جات جات. استاذه زينب مرحبا بك، تفضلي. تفضل الصوت كده واضح. السلام عليكم، سعيده جدا بالله. ايوه وعليكم السلام. سعيده جدا ان اكون اليوم معاكم في تجمع الباحثين. بنشكرهم على الفرصه اللي اتاحوها لنا دي، وبنشكر كل المستمعين الاكارم معانا. وفي التجمع هنا صراحه انا ممن ضميت، يعني استفدت كثير من تلاقح الافكار اللي بتكون موجوده للعقول النيره، ودايرين نركز على الجانب التدريبي. معروف انه العمليه التعليميه اساسا بتعتمد بالنسبه للاستاذ الجامعي على ثلاثة ركائز: الاستاذ والطالب والمنهج. فلا بد انه من جوده التعليم، زي ما انت ذكرت يا استاذ انور، من جوده التعليم انه تهتم بجوده المعلم، وتهتم بجوده الطالب، وتهتم بجوده المنهج. عشان كده احنا من اهداف التجمع حقتنا الاساسيه كانت انه تلاقح الأفكار والخبرات سواء كان داخل السودان أو خارج السودان يتم عبر التجمع، نسبة يعني للقلة المادة التدريبية اللي بيتلقاها الأستاذ عبر المؤسسة اللي بيدرس فيها. وهذه نقطة عن تطور، إحنا بنتكلم عن ميلينيوم جينيريشن، بنتكلم عن أجيال تتطلب إنه الأستاذ ينتقل من مرحلة إنه يكون أستاذ تقليدي لأستاذ معاصر، ويكون مواكب لكل التطورات اللي بتكون موجودة، والتكنولوجيا ووسائل التدريس الحديثة والتعلم النشط. وهو الأستاذ في الحتة دي بيعتبر أنه مظلوم في أنه يتجرع تدريبية، بحيث أنه يرتقي لمستوى من فئات فئات مهنية. واحدة من الأساسيات اللي احنا بنركز عليها في التجمع يقدر يتلقى مواد تدريبية ويكون عملية لتطوير الأستاذ ولتدريب الأستاذ. التدريب يعتبر بند مهم جدا جدا لكل المؤسسات، خصوصا انه نحسي حتى اللغة بتاعتنا تغيرت، بنتكلم عن معيار ومؤشر للتعليم والتعلم على حسب معايير الجودة اللي عندنا في التعليم العالي. وحنتكلم عن حاجة اسمها الاعتماد الأكاديمي، ودي بتتطلب مننا شغل كبير جدا جدا. وأنا بعتبر إنه رسالتي لكل المؤسسات والجامعات إنه تهتم بالبند ده وتديه عناية كبيرة جدا جدا. ممتاز جدا أستاذ زينب. نحن عندنا في مبادرة تحول التعليم الإلكتروني، أستاذ أحمد داود جزء منها وزول مدرب وقام بجهود عظيمة جدا في جزء بتاع مراجعة وتحديث المناهج لتواكب التعليم الإلكتروني، وفيها ورشة بتاعت عمل بتحضر لها الدكتورة سارة عبد الوهاب قرشي في جامعة الأميرة نورة، بتحضر لورشة عمل عن الاعتماد على الجودة والاعتماد الأكاديمي، وحيقدموها قريب. أنا لما نقدم حاجاتنا في الباحثين السودانيين ما بنفرق بين والله يا أخي دي الجامعات الحكومية ودي الجامعات الخاصة، دي المعرفة اللي عندهم قروش ودي اللي ما عندهم قروش. نحن بنتعاون مع السودان ككل، لأنه كلنا نحن كأمة في المشاكل اللي بتحصل دي. يعني أنا ممكن يكون أخوي الأصغر مني بيقرأ في جامعة خاصة وبنتي بتقرأ في جامعة حكومية، لكن كلها في السودان وللسودانيين. فبنهتم جدا إنه الناس يكونوا موجودين في الورش دي ويعملوا الحاجة الأفضل. يعني بنتمنى إنه كل الزملاء والزميلات يحضروا الورش دي إن شاء الله لما تبدأ. وفعلا نقطة مهمة جدا الجودة، البنش ماركينج يا أخواننا، وين نقطة الصفر؟ نحن وين؟ يعني ليه لاسي أي كلية من كلياتكم اللي قاعدين فيها، جامعة المغتربين، الطيران، التقانة، الفجر، الأحفاد، غيره، في ما في مؤشرات واضحة لجودة التعليم فيها. يعني لو درس الولدي أخليه يقرأ طب، ولا بتقدر أخليه يقرأ طب، أوديها كلية ولا تجامعة بناء على شنو؟ عشان فلان قال لي وإلان قال لي، افترض إنه والله أخي ولا التاريخ بتاعه ولا تخرجت منها ما أعرف أمي ولا خالتي ولا كده، ما في مؤشرات واضحة محددة بتورينا والله وضع الكلية دي، وضع القسم ده، وضع التخصص ده في اللحظة دي كيف. فالجودة مهمة جدا جدا ونحن نشدد عليها. يعني ما مهم العدد بتاع الجامعات، ما مهم الانتشار بتاع الجغرافي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلب العلم ولو في الصين، ممكن تركب من السودان دز تمشي الصين عشان
عشان في علم محدد تقدر تمشي تلتقطه من هناك. فده بيقودني لسؤال دكتور عبد الرحيم. نعم. الترخيص بتاع الكليات في التعليم العالي بيكون بيه زي دراسه جدوى تقدمه عندهم كليه نموذج والى اخره والى اخره. وبنلقى كليات الطب موجوده في كل الحتات، الاداره والاي تي، دي الثلاثه حتات الناس بيحاولوا انه يعني يطلعون. هل في حوجه للعدد ده اصلا من الكليات؟ انا بتقول لي انه والله التجمع بتاعكم عضويته لحد اسيا اكثر من 2000، التجمع بتاع الكليات الخاصه والاهليه، هل في حوجه للكلام ده كله؟ يعني انه كل زول يعمل له في العماره بتاعته يعمل له كليه؟ واو، طبعا شكرا جزيلا، ده سؤال جميل حقيقه. يعني هو النظام البائد كان يعني زي ما انت قلت هو كان بيدير الفساد، بيجوا يوصل لمرحله انه اداره الفساد مش فساد الاداره. فبيجوا انه المساله بتاعه التعليم العالي دي هي ذاتها بقت نوع من الانفستمنت، الاستثمار الرخيص يعني حقيقه. فانت يمكن قبل لو واحد او اشرت لبعض الحاجه انه ممكن يكون زول اذا انا بقيت لقيت اسهم ممكن ادي الناس دي ليسنس لانه يطلعوا برامج معينه او يعتمد عليهم. فدي كلها كانت يعني انا ما داير اتهم جهه معينه، لكن الحاصل انه هو انه كان بيتم ترخيص لكليات وبرامج علميه وهي ما تفتقر لادنى مقومات العمليه التعليميه او توفير البيئه الجامعيه لها عشان تقدر تمارس العمليه التعليميه. فده نوع من القصور اللي يجب انه يوقف. كذلك الوزاره يمكن كان بتغض الطرف عن هذه وعارفه تماما، وعندها لجان، وعندها لجان تفتيش، وعندها لجان تاع تقويم assessment، وعندها يعني وكل شيء كان معروف يعني، لكن ما احد يقدر ياخذ قرار. وانا الاوان انه هذا ال very poor approach يجب انه ينتهي. هذا اسلوب فقير او يعني سياسه يجب انها تقيف. جزء من التمكين هاي بتاع النظام البائد كان انه اي زول بيكون وزير لما نيجي يطلع عشان يردوه بيقوم بيدوه لايسنس بتاع الكليه ولا كده، وفي مش كده وبس، بيدوه لايسنس وبيدوه ارض، بيدوه اراضي. انا الان في اراضي بتاع الجامعات كثيره جدا جدا قايمه على اراضي حكوميه وهي لاشخاص الان تتبع لاشخاص. طيب سؤال، هل عندكم هل ده حيكون جزء من العمليه بتاعتكم في الاصلاح ل والله نحن طبعا الان مشكلتنا الان يا دكتور انور، نحن مشكلتنا الان قفة الملاح دي، نحن مشكلتنا الراتب بتاع الاستاذ الجامعي ده، نحن ده نبدا واحده واحده. كلام ممتاز جدا واهداف واضحه، مليون مئة تبدا برحله واضحه، تبدا برحله يعني زي ما ذكر دكتور عبد الرحيم يا دكتور رؤيه زي ما قلنا رود ماب ممتاز يعني جدا رود ما حاجه مطلوبيه اسي تطالبوا بانه والله اخي مرتباتكم واوضاعكم البيئه الجامعيه الاخيره 1 2 3 4 داخل علينا بعد ذلك نمشي الراوند الضحيه فعلا يعني وضع يختلف تماما بعد 5 ايام او 10 ايام. نعم بعد ذاك حنمشي للمرحله الراوند الثاني بتاع وزاره التمكين واك مش كده؟ ايوه عندنا احنا في كلمات رنانه كده لما تقولها الناس بيبدا يسمعوا لك قال شنو؟ تلقى الواحد كان نايم مش كده؟ ايوه نعم نعم لا لا نحن ان شاء الله كله في الحسبان ومن اهدافنا، لكن نحن بنفتكر انه نحن بنبدا خطوه خطوه وان شاء الله كله يعني مسار على الدرب وصل زي ما قلت لك وبنصل ان شاء الله بنحصل يعني بنصبر على العمليه التعليميه ان شاء الله. فبرضه من الاضافات اللي حابه اضيفها احنا برضه يعني من زي ما ذكرت الدكتور عبد الرحيم في بدايه الحوار احنا عندنا يعني في بعض برضه المطالب مش للملا لوزاره التعليم العالي، عندنا مطالبات وزارة التعليم العالي ان تلبيها لنا، احنا بنظر لنا احنا ما اساتذه تعليم مع انه بكون انا عندي مؤهلات وذل كادر يعني املك ما املك من المؤهلات. فمثلا اولادنا ما عندهم نصيب من المنح او الدخول في الجامعات الحكوميه من التخفيضات اللي بيعملها كل الاساتذه. يعني برضه دي من المطالب بتاعتنا الشرعيه، مش احنا بنؤدي نفس الرساله، نؤدي نفس المهنه، نفس الكادر، نفس الخدمات اللي نعملها للمجتمع، لانه اصلا اي جامعه من اهدافها الاساسيه للركائز الثلاثه في خدمه المجتمع التعليم والبحث العلمي. احنا بنؤدي كل البحوث دي، مع انه الان خدمه المجتمع والبحث العلمي اصبحت نسبه مش زيرو بالماينس. احنا مستوانا رجع للاسفل يعني للاسف، كل سنه كان لو بتطلع ورقه علميه واحده بقت الان ما تطلع ورقه علميه، يعني الزيرو بتاعنا بقت ماينس. وغير كده يعني خدمه المجتمع تلقى الجامعه ذاتها يعني مهما قعدت تلقى قدامها الشارع قدامها طالب وصهان، يعني خدمه المجتمع اصلا بقت ما.
فدي كلها قضايا احنا يعني خدتناها في طي الحزبان. الان يعني عندنا قضاياتنا الاساسيه برضو عن في المنح بتجي داخل السودان اذا التعليم العالي، المنح بتجي للاساتذه، المنح دي فقط بيشيلوها جامعات ما اول الجامعات الحكوميه، لا جامعتين او ثلاث جامعات بيشيلها، يعني كمان في تخصيص في الحكومي في تخصيص تخصيص. فاحنا بنتكلم عن جامع المنح الان بتجي من المجر، بتجي منح من تركيا، بتجي منح من الصين ودول اخرى. المنح دي كلها مفروض تتم عن طريق تنافسيه، يطرحوها والكادر المناسب لا يقوم ياخذها. يعني الان في منح انا كنت مقدم لكم منح بيقول لي لا احنا في منح دي مدينا اللي مثلا بيوزعها قبل ما تجي صراحه، يعني كنت في طرد بيجي وقلت المنح دي ماشيه للجامعه الفلانيه، يعني قبل ما انا تجي بيكون مشيت للجامعه الفلانيه، ما في تنافسيه، فاحتمال واحد يكون ما محتاج يطلع عشان المرتب اللي بيجي من الدولارات او اليورو بيجي منها بيطلع، في ناس بتطلع من ناحيه اقتصاديه. فاحنا برضو دي من الحياه الاساسيه للطالب بوزاره التعليم العالي، انه المنح اللي بتجي للاستاذ يكون فيها تنافسيه وشفافيه، يعني يكون بطريقه يعني يضع ستاندر معين يعني احنا نقدر ننافس فيه. مش عارف يا احمد ذكرتني حاجه مهمه، احنا من السيمينارات الكثيره عملناها في الباحثين السودانيين تحديدا حول المنح، وعندنا الدليل الارشادي كامل موجود مجانا للناس ممكن يحصلوا عليه في المنح وكيف تقدم للمنح والى اخره. من الحاجات الفيري انترستنج اللي لقيتني انا في الطريقه يعني انه في ناس اخذوا منح هم ما محتاجين لها لكن بس لانها كانت موجوده. يعني انا بتذكر من الناس اللي اخذوا منحه بتاعت ماجستير تقريبا في المعهد الافريقي للرياضيات ايمس افريكان انستيتيوت اوف ماثماتكس، وده فيه افضل العقول بتاعت الماثماتكس في العالم. زولا طالبه في عاد الخرطوم تتكلم مع زميلتها الجو حر، لقت لها ورقه شالتها تهبب بها، فبعد ما هببت كام عانت للورقه لقيتها منحه بتاعت المعهد الافريقي للرياضيات، قدمت فيها باقي لها 3 يوم تكفل. فيعني للدرجه دي ممكن تكون المنح موجوده في حتات، في وزاره، في جامعه، في مؤسسه، وناس ثانيين سيستماتيك بالقانون ممنوعين. يعني انت في زول بيمشي عشان والله ممكن امشي، في زول ثاني يفترض انه دي المنحه دي هو الدائره يفتش لها لكن ما بيقدر يطور السودان، يكون في رساله بيأديها. يعني احنا بالضبط يعني بالضبط. ايوه وانه المواطن السوداني مواطن سوداني، يعني ما بنقدر نقول والله المواطن السوداني المغترب ده يا اخي ما خليه ياكل السم الهاري، ولا الاستاذ في التعليم الخاص ما ياكل السم، هما مواطن سوداني في النهايه جزء من الايكونومي. ونحن كان عندنا اسي دي يعني جلسه عن الاقتصاد قبل يومين ثلاثه، انا شخصيا فهمت منها انه يا اخي لما تقول لي رفع الدعم على البنزين مش انه الزول الغني هو اللي بيستفيد، الزول الغني ذاته يعني البنزين ده عنده اقتصاديات بيشغل منه الزول بتاع الطرمبة وبتاع الميكانيكي والزول اللي بيجيب الاسبيرات، يعني في تفاصيل كثيره جدا جدا لازم نعاين لمجتمعنا كواحد كمجتمع كاستاذ جامعي كلنا فيها مش حكومي وخاص والى اخره. فبرضه من مطالباتنا معلش انا تفضل في حاجه بسيطه تفضل تفضل. ايوه انا حبدا مما انتهى منه دكتور انور، الحاجات دي كلها فرضت علينا النظم واللوائح بتاعت التعليم، اذا بقى تعليم حكومي ولا تعليم اهلي واجنبي وخاص. نحن ما يلينا بنتكلم عن اللوائح والنظم بتاعت التعليم الاهلي والاجنبي والخاص. اللوائح دي كلها كتبت في العهد المباد، في عهد النظام المباد، والحاجة دي فصلت من أجل ملاك الكليات والجامعات الخاصة. كان الأستاذ الجامعي مهمل تماماً حقوقه والحاجات المفروض يأخذها مهملة تماماً، ما موجودة، ما في أي لائحة بيستفيد منها الأستاذ. حتى في الفصل اللي احنا تكلمنا عنه قبل شوية غد ما نلقى لائحة تنصف الأستاذ. فنحن كتجمع واحدة من أهدافنا أنه سوياً مع الجهات المختصة نعدل في اللوائح والنظم بحيث أنه تحقق الهدفين المشتركين بتاع الملاك والهدف بتاع الأساتذة، بحيث إذا حصل أي مثلاً عدم تحقيق لهدف الهلال في ميزان، ودي مشكلة كبيرة جداً زي ما حصل أسي، يعني الأستاذ الميزان بتاعه واقع واطا وهم لك عن كرم الاهلي والاجنبي، وقد يكون العمليه في داخل اداره التعليم الاهلي والاجنبي ده من خلال ملاحظاتنا لامور كثيره. يعني حتى لما طلبنا اجتماع مع الوزاره
ومع إدارة التعليم الأهلي والأجنبي تقريبا ألزمونا بأن الملاك لابد أن يكونوا موجودين. إذن نحن لما معناته نحن ما بنمشي بدون الملاك، أو ما عندنا لائحة بتنص على أن من حقنا أننا نقعد نوري مشاكلنا نطرح قضايانا للجهات الاختصاص اللي هي المفروض تكون مسؤولة مننا. إذن في تقصير في اللوائح والنظم، ونحن بنفترض وبنعتقد أن اللوائح والنظم ما مقدسة زي ما قلت أنا قبل شوية، هي مفصلة تماما على مقاس إدارة وملاك الكليات والجامعات والخاصة. فالمفروض مع أهل تقير هذه اللوائح والنظم حتى تكون عادلة وتلبي طموح في ناس. أسألك سؤال للقاسم، هل عندكم لائحة مقترحة؟ تفضل. عندكم لائحة مقترحة سيما تكون نعم عليكم؟ موجودة عندنا ممتاز. نعم عندنا على أساس أنه برضو مقترح متكامل. ممتاز، ده كلام ممتاز، أنا أحييكم على الحتة دي، لأنه برضو بعض الأحيان ممكن الناس بهناك الموظف ده يا دكتور الموظف ده ممكن شنو؟ ممكن يقول لك خلاص كويس، اي والله حد واللجنه تجتمع عشان تعمل اللائحه وبتاع، لكن لو انت مشيت تقول له اسمع المفروض انه اللوائح تتغير وده اللائحه بتاعتي المقترحه، انت هنا ده عملت الجزء عليك بنسبه 99%، باقي 1% وده حيجرجرك في يوم القيامه متاكد يعني. برضه يا دكتور في اضافه برضه يعني ممكن اذكرها، انه في الجامعه الاهليه والقوى الخاصه الستيك هولدر بتاعك بتاعنا وزاره التعليم العالي وزاره العمل، انه اي جامعه او كليه تابعه للشركه، ونتبع لقانون الشركات، ونتبع لاتحاد اصحاب العمل، ونتبع لوزاره التعليم العالي، ونتبع يعني احنا برضو مشكلتنا يعني المفروض نكون عندنا يعني ستيك هولدر، يعني كل اي جهه عندها قوانين برا. فاحنا ممكن نقدم شيء للمالك ويقول لنا والله ده قانون وزاره العمل انا ممكن افصلك به، وتمشي للجهه اللي طالبك مثلا بلوائح وزاره العمل، وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، ولكن اخذت المفروض اشتغلي على الساعات بكذا، او يعني ممكن يكون بيلعب بكل الاطراف. برضه من المشاكل الكبيره جدا مواجهانا الان احنا من طيب الاكسرسايز ده برضه انتوا هتعملوه بتاع انه تجهزوا انه والله احنا اللائحه دي افترض انه يكون في زول واحد بيتعامل معانا، ومن حقنا أيوة نتكلم أيوة. مع الوزير ويتكلم مع الوكيل ويتكلم مع أيوة. اي زول، لانه احنا أيوة شغالين كده. في القطاع بتاعه ما يليهم، مش انه والله احنا يعني يكون العلاقه انت مع المالك. نعم التعليم العالي يفترض مع الاساتذه مع الباحثين مع كله، ما مع بس المالكين للمسألة، مش كده؟ نعم بالضبط كده، نحن محتاجين يعني زي ما قلت أيوة بالضبط كده. بعدين تفضل يا دكتور قاسم. أيوة نحن زي ما قلنا بما أننا نحن شغالين في المجال الأكاديمي والمجال التدريسي في الجامعة، إذا نحن أوردي تابعين لوزارة الأهلي لوزارة التعليم العالي لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي. إدارة التعليم الأهلي والأجنبي هي المنوط بها في إنها تسن القوانين واللوائح والنظم اللي بتسير العملية الأكاديمية بشقيها الإداري والأكاديمي في الكليات وفي الجامعات الخاصة. يعني ما ممكن أنا أستاذ جامعي يكون عندي مظلمة أمشي لوزارة التعليم العالي أو إدارة التعليم الأهلي والأجنبي يقول لي أمشي لإدارة الشركات، على قد شنو أنا بإدارة الشركات؟ ما عندي علاقة بإدارة الشركات. الشركة بما إنها عندها استثمار أكاديمي معناتها المفروض يكون تابع لوزارة التعليم العالي وإدارة التعليم الأهلي الأجنبي، هي أنا المفروض أقيف مع قدامها وترد لي المظلمة بتاعتي. يعني ما ممكن أنا أستاذ جامعي وأمشي لإدارة شركات يعني، وإلا معناتها أنا موظف في شركة ما موظف في جامعة ولا في كلية خاصة. الحاجات دي كلها أنا ذكرتها قبل شوية إنها في العهد المباد في عهد النظام المباد هي كانت مفصلة، بحيث إنه كل السادة اللي كانوا قائدين النظام الإنقاذ هم اللي كانوا بنسبة 90% ملاك أو عندهم أسهم في كليات وجامعات خاصة، فبالتالي فصلوا النظام لمصلحتهم هم. نحن في عهد التغيير عهد الثورة كلنا كنا وقود للثورة دي، فبالتالي يجب أن تعد قوانين والنظم واللوائح بحيث أنها تكون عادلة وعلى الأقل تحفظ كرامة الأستاذ الجامعي في الكليات والجامعات الخاصة. ممتاز. طبعاً نحن في سلسلة قضايا الأستاذ الجامعي عشان برضو الناس يكون عندها heads up يا أخواننا، واحدة من الحاجات الكبيرة اللي هنشوف نشوف الـ governance بتاع التعليم العالي ذاته في مؤسسات التعليم العالي، سواء كانت حكومية سواء كانت خاصة وأجنبية وأهلية سواء كانت أمنية. يعني نحن عندنا جامعة الرباط تابعة للشرطة، عندنا جامعة كرري تابعة للجيش، وعندنا أكاديمية الأمن العليا تابعة لجهاز الأمن،
وفي أكاديمية الجمارك، دي كلها جهات عندها باور أقوى من وزارة التعليم العالي. فدي برضو من الحاجات المفروض إنه الناس ينقل. يعني لو مشيت دار أخش بالرباط ولا دار أخش، هل في نفس الكواليتي كنترول؟ هل في نفس الباور أسي؟ يعني هسه لاحظنا في القرار التوجيه بتاع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار سويرون، قالت إنه وجهت الجامعات بأنها تعمل التعليم الإلكتروني، يعني تستمر في صرف الدراسة بالتعليم الإلكتروني. مدير جامعة خرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن طه قالت ما بنعمل ده، ما بيحقق العدالة. هل في أتونومي للجامعات؟ يعني هل الجامعات فعلا عندها حرية وعندها الاستقلالية إنها تقرر كده، ولا ده حاجة وهم صحيح؟ يعني وهل لو هي قام قالت لا والله إلا لازم تمشي بالتعليم الإلكتروني، هل هتنفذ؟ طيب لو هل بتقدر تنفذ جامعة خرطوم والتقانة وكده، هل بتقدر تنفذ في جامعة كرري ولا في الرباط؟ ديل المدراء بتوعنا بيكون لواء ولا فريق ولا بتاع؟ الكلام ده كله جزء من السلسلة اللي هنناقشه، لأنها مهمة جدا نمشي في الحاجات دي كلها. أن إحنا في عهد ما بعد الثورة والمستقبل بتاعنا، لو ما ناقشنا حياتي بكل صراحة ووضوح وشفافية، هنكون إحنا أغفلنا دورنا كقادة مجتمع، كأساس الجامعات، كباحثين إلى آخره، في إن الأمور تمشي لقدام. في تعليقات كثيرة في فيسبوك، لو ما عندكم نقطة إنتوا عايزين تغطوها. بس أنا ممكن نذكر بعض من القوانين إحنا لو يعني. تمام. تفضل تفضل. أيوة بعض القوانين. أنا أذكر بس قانونين كمثال. إحنا من القوانين إحنا لاحظنا إنه العقودات الآن في كل جامعة مختلفة تماماً باقي الجامعات، وهي عقد يعني قانونياً ضدي كأستاذ. العقد البامديانا قانونياً ضدي. فإحنا نرى إنه وزارة التعليم العالي لازم تكون عندها الباور تو سي، لازم يكون في عقد مشترك بين كل الجامعات، العقد يكون متوحد العقودات عشان انا اعرف حقوقي والمالك يعرف حقوقه والوزاره تعرف حقوقها واي جهه مشاركه معانا تعرف حقوقها. يعني انا ما تمشي من جامعه لجامعه، ما ممكن يكون عقدي جديد ورؤيتي جديده وكل التفاصيل. لا، انا في السودان، في جمهوريه السودان، انتقلت من الجامعه اكس للجامعه بي وفريقها شارح فقط، عندها تعامل تماما مختلف، وحتى المرتبات بتبقى حسب قربك من الوكيل او قربك من الاداره. يعني انا محاضر وده الدكتور، انا ممكن المحاضر اخذ اكثر منه. فلا احنا برضو يعني طبعا هو النظام الخاص او القطاع الخاص بيقطع فعلا للعرض والطلب والتراضي والى اخره، لكن روح العداله هنا مفقوده، ودي واحده من شعارات الثوره الاصليه اللي هو حريه سلام. برضو لما وانا برضو اتطرق عشان كده يا دكتور انور، بعد اذنك يا استاذ احمد، نحن هي جانب التعاقد ده او الجانب القانوني في المساله، نحن اشركنا وزاره العمل، لانه نحن حتى لو اي شيء استاذ يتضرر يقولوا امشي مكتب العمل. يعني نحن بيحولونا لمكتب العمل، مكتب العمل ده تابع لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. فبالتالي نحن طلبنا لقاء مع السيده وزيره العمل، لانه لازم يكون في ستاندرد للعقود نفسها، التعاقدات بتاعت الاساتذه مع كلياتهم او جامعات خاصه. اي نعم هو سوق حر، انت كله بيقوم يعني، لكن في جوانب قانونيه زي ما ذكرها استاذ احمد بتكون مجهوله، اولا لابد انها تكون حق الاستاذ فيها مصان، لابد انها تراعي هذا الاستاذ. نحن الان الوزاره او وزاره التعليم العالي انا بعتقد انها هي جهل المساله تماما، لكن يجي الان الاوان لانه وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه كلاهما انفولف في هذه المساله، ويجب انها تحمي الاستاذ الجامعي بحيث انه توفر له المناخ الذي يؤهله من اداء رسالته على الوجه الاكمل. الوزيره بتاعت العمل انا ابشرك انها استاذه اصلا في جامعه الاحفاد. انا من الناس اللي دعيت قبل كده لمحاضره مع استاذه رين الشيخ في الاحفاد، وهي استاذه بتاعت اداره وكده يعني، فبتكون عارفه كويس، لانه الاحفاد من الكليات الجامعات الخاصه والاهليه وكده. نعم، فهي في السيكتر ده، وما اعتقد انها ما اكسسبل، يفترض انها تكون اكسسبل للناس عبر فيسبوك، عبر المكتب بتاعه ولا كده. لا، نحن الان سجلنا زياره وحجزنا معاها موعد، ان شاء الله بتحددوا هي يرجع لنا مكتبه، وان شاء الله بنناقش المساله يعني. ممتاز، ونحن كلنا في الوضع ده مع بعض، كلنا مجتمع واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. نعم، بالسهر والحمى. نعم. فانا لحد هنا ده تقريبا. اتفضلي ريهام. إحنا عندنا رسالة للملاك وأصحاب الشأن، نقول لهم إحنا على جهة واحدة،
احنا ما اعداء، احنا بنعمل على جهه واحده، عايزين نرتقي بالعمليه التعليميه، فساعدونا وبنساعدكم ان شاء الله. عندنا رساله للزملاء في الجامعات والكليات الاهليه والاجنبيه الخاصه، وبنقول لهم اخيرا في تجمع او في جهه بتحمل همومنا وقضايانا، فالاولى انه نحن ننضم لها للجهه دي اللي هي التجمع بتاعنا ده، وان شاء الله حنكون حريصين كلنا مع بعض، يعني بيقولوا قوتنا في كثرتنا، ان شاء الله حنكون حريصين كلنا مع بعض انه احنا نرتقي بالاستاذ الجامعي ونحقق ولو جزء يسير من طموحه. اخر حاجه بقول نبقى حزمه كفانا مغازل عشان نبنيه ان شاء الله، حنبنيه ان شاء الله سوف نعمل. طيب استاذه زينب أيوة. عندك اي كلوزنج صوت؟ طبعا اي يلا انا اهم حاجه عندي انه انا بتكلم انه تحليل البيئه الداخليه ده يعتبر من البنود المهمه لعمليه الجوده، يعني احنا حسي بنعتبر انه كون احنا بنحلل وضعنا داخل المؤسسات للتعليم العالي تعتبر انها الصوت بتاعك عمل ميوت قفلت المايك يا دكتوره لها، انا بعتبرها انها هي بروسيس ايجابيه حتكون ذات نفع كبير جدا جدا، بتنصب في مصلحه الاستاذ وفي مصلحه المؤسسه بشكل كبير. والبند اللي تكلمت عنه يا استاذ انور اللي له علاقه مثلا حسي حتى بيتوجه مؤسسات التعليم العالي للتعليم الالكتروني وضح انه في قاعد شكلك قاعد تلمسي بتعمل ميوت لاي استاذ تكون البنى التحتيه حقته مؤهله ومجهزه، وحتى من باب التدريب هو برضه مستعد لانه يخضع لتدريب بطريقه احترافيه وبشكل ممتاز. فالكلام ده كله بالمناسبه انا بعتبره كلام ايجابي جدا جدا وكلام مفيد، وانا بستني عليه وبتمنى انه صوتنا يصل للوزارات وللمؤسسات بتخصيص ميزانيه لبند التطوير. مهما كان العالم كله بيتغير وماشي لتطور اكبر واكبر، يبقى احنا من باب اولى انه يتم الاهتمام بعمليه الجوده بالنسبه للاستاذ، بعملية تجويد البنى التحتية، التواصل مع وزارة الاتصالات، مفهوم الشبكة وتقوية الشبكة. ده طبعاً باعتبار أنه حتى يعتبر بالنسبة لنا هو كمكمل للمطالب الأساسية حقتنا، لأنه أساساً الآن الأستاذ الجامعي بيعاني من وضع اقتصادي متعب جداً، يعني تخيل نفسياته حتكون كيف هو لغاية الآن ما يكون صرف مرتبه أو مرتبه متأخر، أو يكون حتى ما في عدالة ما بينه وبين الأستاذ في الجامعات الحكومية، يعني ده بس لو جينا تكلمنا من باب العدالة. فعشان كده انا بقول انه احنا الهدف الاساسي بتاعنا الجوده، جوده التعليم بالنسبه للاستاذ، وبالتالي الخدمه المقدمه للطالب حتكون مجوده وده بيرضيه. انت يو هاف تو ساتيسفاي الستودنت ويو هاف تو ساتيسفاي اولسو التيتشر، وبكده العمليه التعليميه بتمشي بطريقه ممتازه جدا حتى تصل لمرحله انك انت يكون عندك زمن للابحاث، يكون عندك زمن لانك مثلا وحده التاليف والنشر في المؤسسات، يكون عندك زمن انك تخرج مواهب الاستاذ لما يكون راضي ويكون مكتفي. ما انت تتكلم من اداره الموارد البشريه لاداره المواهب البشريه، ده ما بيحصل الا لو حصل اكتفاء للاستاذ الجامعي ورضا تام للمؤسسه، بدل ما يكون يعني وضعه تعبان جدا لدرجه انه يشتغل في اكثر من مؤسسه، خليك انه تكون مؤسسه واحده. نسبه للمرتبات المتدنيه اللي ما بتضاهي شنو التضخم الحاصل في السوق العام، عشان يقدر ما هو في النهايه هو معيل اسرته. فان شاء الله انا اتمنى انه باذنه تعالى يعني من خلال منابركم دي تكون في رسائل يقدروا انه منها يطلعوا ببوليسيز وسياسات تكون مفيده جدا لكل المؤسسات، ووزاره التعليم العالي المفروض يكون عندها يعني باع طويل جدا جدا في الحاجات دي. انا ممكن طيب كلام ممتاز جدا، كلام ممتاز جدا. انا بس الحته اللي بحب انبه لها تقول لكم في التجمع انه لازم الناس تقدم البروبوزلز بتاعتها، يعني نطالب دي ما في زول حيعمل لك حاجه، لكن نطالب ونوري اخواننا دي هل الحاجه المفروض تحصل واعملوها لنا، هنا ده الحاجه ممكن تحصل. يعني شفنا ان احنا والله كميه جدا بتاع مطالبات وبتاع بتروح شمال في مرقه، لانه ما الزول ذاته بيطالبيه هو ذاته ما عارف انت المفروض يحصل شنو يعني. تمام؟ صحيح. فشكرا جزيلا. برضه هي دي كلها جدا. دقائق استاذ زينب بعد، هل عندك نقطه تكمليها؟ تفضل. قلت لك يا استاذ انور نقطه تقديمها مهمه بانه ذاته بيتم الدعوه لورش بتاعت العمل،
يعني انت مهما كان لابد انه تكون في ورش بتاعت عمل من المؤسسات ذات الموجوده، ودي ممكن يتبناها التجمع بحيث انه يتم مناقشه قضايا الاستاذ الجامعي امام عبر التواصل من الوزاره مع الوزارات الاخرى، وانه يكون يعني يصلوا لاتفاق يكون واضح ويحفظ حق الاستاذ وحق طالبه وفي النهايه حق المؤسسه. نعم اكيد يا دكتوره، شكرا جزيلا. طيب احمد داوود اضافتين يا دكتور. ايوه اضافتين. الاضافه الاولى انا رسلت رابط التليجرام والفيسبوك بتاع التجمع، لو سمحت ممكن تنشروا لنا في الفيسبوك عشان انا بس ما قادر اخش، رسلت في الشات هنا. تمام واصل. هاي الحاجه الثانيه، احنا طبعا في التجمع ما منتظرنا الان تمدلنا يد من الوزاره او من الملاك او من الجامعات، بدينا طوالي التطوير والتاهيل، لان احنا بقينا نعمل دورات تدريبيه توعيه للاستاذ، نوري حقوقه يعني الحقوق المهضومه، دورات حقوق العمل والقانون العمل، يعني بقينا نوعي التوعيه انه يعني ما ننتظر دور او من جهه ما تدينا مثلا، حتى قبل ما نقبل بروبوزل بدينا بالتاهيل والتطوير لحقوق الاستاذ، يعني بقينا نوعي الاستاذ لانه جزء من الجسم بتاعنا، نعرف حقوقه بعرف الطالب، لانه لو ما عرف حقوقه ما حيقدر يطالب. فقبل يعني من الحياه الان اللي احنا يعني الحمد لله شغالين فيها، بينا في عملنا قسم التدريب، وقسم التدريب مسؤول تماما عن تدريب الاساتذه انديفيديوال، يعني من درب الاستاذ انت حقوقك 1 2 3 4 5، دي الكفاله القانون، انت حقوقك كذا وكذا، يعني احنا مغيبين تماما من الحقوق، يعني تلقى مسؤول استاذ يكون استاذ مشارك، القانون لا ما بيعرفه بتاعه هو حقوقه شنو، يعني تلقاه شغال في اكثر من 4 جامعات او 3 جامعات ويقول لك احنا تعبان شغال 24 ساعه، يعني حقوقه ذاته الاصلي يعني الرائد بتاع التنظيم مهمه جدا يا باشمهندس احمد. ليه؟ لانه برضو لما كان الحلقه الاولى عن الابتعاث الدكتوره منال صيام وضحت انه لائحه التعليم العالي فيها تناقضات قانونيه وبتاع، والزملاء كلهم الباقيين كانوا متفاجئين لانه ما في زول قرا اللائحه اصلا، اللائحه بتاعت الابتعاث وكده وحقك شنو عليك شنو بتاع بالضبط كده. دي نقطه مهمه جدا، الوعي بحقوقك انت ذاتك ما عليك وما عليك. يعني يلا ده احنا يعني الحملات الان بديناها، وبدينا يعني بعدد يعني كبير جدا، بدينا بحملات دورات تدريبيه، وجبنا بعض الاخوه القانونيين يدربونا، يعني بعض يعني احنا ما يعني نستعين بانه عندنا في المجال بعض الاخوه المتخصصين، وجبنا المتخصصين يعني عملنا دورات تدريبيه ورش تدريبيه للتدريب، وهكون اونلاين يعني حتى الاستاذ الان ندربه نعرف حقوقه، واحنا وقت نقول يا جماعه بعض احنا ممكن نقول اضراب، نقول وقف احتجاجيه، يعني الاستاذ يكون عارف معناتها، هل هي من حقوقه ولا ما من حقوقه؟ يعني احنا ما حنقول مسمى الا بعد اتخذنا الاجراءات المناسبه، يعني حتى انا كاحمد الاضراب والوقفه الاحتجاجيه وهكذا وهكذا ما حد قال شيء، يعني نمشي نعمل الخطوه الفلانيه ناتج ليها، احنا ممكن نقول لا ده نعمل وقفه احتجاجيه وزاره التعليم العالي. ليشنو؟ لها 1 2 3 4، حتى الاستاذ الطالع معنا يكون عارف هو طالع لشنو وهدفه شنو وده من حقوقه ولا ما من حقوقه، لازم احنا نوعيه ندير الرساله الحقيقيه ونوري علمه انه انت يعني كمواطن انسان سوداني من حق تجيبك احتياجيه، يعني احنا نوري حقوق تماما التامه ان شاء الله. تفضل. تمام شكرا جزيلا يا اخوانا، نحن الزمن بتاعنا يعني شارف على الساعتين، ويعني شاكرين جدا انتوا اضيتوا لنا زي ما بيقولوا وعملتوا لنا انسايتس كويسه عن الاساتذه وضع الاستاذ الجامعي في التعليم الخاص والاهلي والاجنبي، وأضيئتونا برضو يعني نورتونا بالتجمع، إنه التجمع ده وتجمع يعني بيحمي حقوق الأساتذة والمنتسبين له، وإنه الناس كلها في دعوة له إنه يخشوا. أنا شيرت الرابط الرسالة نفسها شلتها وديتها هناك في الفيسبوك يا داود. شكرا لكم كثير جدا على جهودكم القيمة، شكرا لكم على أنكم أنتم يستاند يعني فور الحقوق بتاعت زملائكم وزميلاتكم. أنا متأكد إنه معظمكم أنتم الخرطوم مسي، أكيد في ناس يلقوا حقوقهم وحتصلح اوضاعهم في كسلة والقضارف والفاشر وضنقلة وبور سودان وبتاع بجهودكم الحالية، دي جهود مقدرة جدا. انا اعتقد انه لا الوزارة ولا الملاك ولا اصحاب العمل ولا كده بيكونوا ما دايرين انكم تاخدوا حقوقكم، ده ظن الحسن. احنا كلنا في مرحلة بتاع الترانسفورميشن، تحول وانتقال ترانزيشن، فدايرين انه اوضاعنا تبقى افضل، كلنا في المشاكل دي مع بعض، ونتمنى انه ما نجي نقعد تاني قاعدة بتاعت فولو اب يكون فيها المشاكل لسه قائمة، بأنه بنهاية الكول والأمور كلها تمشي لقدام، وتبقى الجامعات الخاصة يا أخوانا، جامعات هارفارد خاصة، برينستون خاصة، ستانفورد خاصة،
يعني في كمية بتاع الجامعات عندها شنة ورنة خاصة، ما بالضرورة إنه والله بس جامعة الخرطوم ولا جامعة الجزيرة ولا جامعة كده، الجامعات الخاصة برضو عندها دور في الريبيتيشن بتاع البلد ككل. يعني جينا نشوف القيمة بتاع جامعة هارفارد دي، القيمة السوقية بتاعتها بالنسبة لأمريكا كيف، إنه لما تقول هارفارد خلاص ما في زول بيسوي. ممكن تكون دي أي جامعة ولا كلية خاصة في السودان عندها القيمة دي، يعني لو نحن اهتمينا بالأستاذ خليناه هو المحور بتاعنا، اهتمينا بالطالب خليناه هو المحور، بقينا أوبسست بإنه نقدم أفضل خدمات وكده، أفضل معامل، أفضل كده كده بنكون إحنا بنمشي كمجتمع إلى الأمام. كلمة أخيرة للدكتور قاسم ونختم، تفضل. شكرا شكرا جدا. بس عندي ثلاث رسائل ارسلها. يعني الرساله الاولى لجهه الاختصاص وزاره التعليم العالي، اداره التعليم الاهلي والاجنبي، اتحاد اصحاب العمل، وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، الرساله في انه احنا انتقلنا من عهد ظالم الى عهد اساس العدل والعداله والحرية التعبير وحرية الرأي. الآن الأستاذ الجامعي في التعليم الخاص والأهلي والأجنبي يتعرض لظلم كبير جدا، فأرجو أن تصل الرسالة وأن تعي الجهات معنى الظلم في العهد أو في عهد التغيير. الرسالة الثانية لملاك الكليات برضو في أنه نحن انتقلنا بمرحلة الغطغطة والديسديس زي ما واحد من قيادات الدولة الحالية، انتقلنا من العهد ده إلى عهد المكشوفية، إلى عهد الحرية، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية المطالبة بالحقوق وغيره. فأرجو إنهم يعوا الدور عشان ما يدخلوا في حكاية إنه فصل وغيره. يعني الرسالة الثانية الثالثة والأخيرة للأستاذ الجامعي في التعليم الأهلي والخاص، برضو بشير لإحنا انتقلنا من العهد بتاع إنه تسكت وما تلم وما طالب بحقوقه وغيره، فيه حرية تامة، فيه عدالة، فيه المطالبة بالحقوق هي أساس العمل. فأرجو أنه ما ندسدس وما نتغطغط ونطالب بحقوقنا بصورة علنية، وإن شاء الله الحقوق حترجع كاملة بإذن الله تعالى وبالله التوفيق. شكرا جزيلا. أنا أخوانا برضو بيربح لحتة مهمة، في واحد برضو كتب قال إنه يا أخي التجمع ده مسجل ولا ما مسجل. يا أخوانا العمل المدني، العمل المدني هو أي عمل خارج إطار الدولة. الباحثين السودانيين عمره 10 سنوات، سجلت كشركة غير ربحية في السودان السنة دي 2020. في 10 سنوات الفاتت إحنا ما سجلنا عشان النظام بتاع البطش والظلم والقمع في السودان. فحكايتين والله يا أخي التجمع مسجل وما مسجل ده كلام فارغ، الحق بتاعك تاخده. التسجيل ده والله كبروسيس ولا كإجراء ولا بتاع ما بيمنعك تاخد حقك، حقك هو حقك. فالحتة دي مهمة جدا جدا إنه الناس ينضم للتجمع وتمشي في حاجاتها. التجمع والتجمع الثاني اللي هو تجمع أساسة الجامعات، طبعا إنه علاقة تكون وثيقة وتمشي مع بعض، لأنه في النهاية التجمع أساسة الجامعات، ويعني المطالب بتاعت الأساسة تتاخد بصورة كاملة وكلنا كمجتمع وكدولة إن شاء الله نمشي إلى الأمام إن شاء الله بإذن الله حلوني. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.